اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا، والبدايه من مباريات الجوله 31 للدوري الممتاز والتعادل اللي فرض كلمته على ماتش غزل المحله والمصري بنتيجه 1-1. تقدم المحله بهدف مصطفى العش وتعادل المصري بهدف جريندو من ضربه جزاء في ملعب برج العرب بالاسكندريه. التعادل رفع رصيد المحله للنقطه 32 في المركز ال14 وارتفع رصيد المصري للنقطه 41 في المركز السابع. وبتتلعب دلوقتي مباراه قويه بين سموحه وسيراميكا كليوباترا في نفس الجوله باستاد الاسكندريه. اعلن البرتغالي فيتوريا مدرب منتخب مصر القائمه النهائيه لخوض ماتش غينيا في تصفيات امم افريقيا، وكمان الماتش الودي ضد جنوب السودان. قائمه المنتخب شهدت انضمام 5 لعيبه جداد لاول مره، وهما ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي وغنام محمد، وكمان احمد رمضان بكم مدافع سيراميكا ومحمد هلال صانع العاب البنك الاهلي. وخرج من القائمه احمد حجازي مدافع اتحاد جده السعودي، وسام مرسي لاعب ابسويتش تاون الانجليزي، وكمان احمد حمدي لاعب مونتريال الكندي. فيتوريا عقد النهارده مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن بعض الامور الخاصه بالمنتخب والقائمه اللي اختارها. انتقد فيتوريا الاتحاد الافريقي بعد ما رفض ياجل ماتش غينيا اللي هيتلعب يوم 14 يونيو، رغم ان الاهلي هيلعب النهائي يوم 11 من نفس الشهر. تعالوا نشوف تقرير عن آراء الجماهير في قائمة المنتخب ونرجع نكمل أخبارنا. عايز أخد رأيك في قائمة المنتخب لمباراة غينيا، شفت القائمة إزاي؟ أنا من وجهة نظري إن القائمة منطقية جدا، في أسماء جديدة ابتدت تدخل أصلا من الدوري المصري وبيدي فرص كمان لشباب زي مثلا غنام وهلال وبوبو، تمام؟ بجانب طبعا أوريدي المحترفين صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش، فأنا من وجهة نظري إن القائمة منطقية جدا والراجل جاي يشتغل يعني. قائمة جميلة خالص يعني، وشفت وجوه جديدة أول مرة أشوفها، وإن شاء الله يبقى في يعني في استمرار دايم لظهور وجوه جديدة والمحترفين ما شاء الله عليهم يعني إن شاء الله، وأتمنى للمنتخب مصر إن شاء الله التوفيق. أنا شايف القائمة بصراحة كويسة، وبرضه الراجل مدي لناس جديدة كتيرة، فالواحد من زمان ما شافش ناس كده، أنت فاهمني؟ فهو ماشي كويس بصراحة. قائمة بتضم أسماء، مبسوط بعودة محمد أبو جبل، مبسوط بضم محمود مرعي، غنام محمد، محمد رضا بوبو، محمد هلال، لعبة جديدة كويسة في المنتخب. روي فيتوريا المدرب الجديد بتاع منتخب مصر يعني عامل مزيج جميل من اللعيبة وعامل تشكيل حلو يعني. المنتخب يعني المفروض اقل واجب يعني ايه، عايزين نشوف فكر المدرب الجديد ايه، بحيث مثلا يغير من لون القائمة اللي هي مكتوبة قدامنا دلوقتي، قائمة تمام وضم لعيبة كتيرة جديدة من البنك الأهلي ومن الأهلي وفيوتشر وضم كهربا وحسين الشحات، عناصر خبرة لازم المنتخب يستفاد منها. ولسه مكملين أخبار المنتخبات، والنهاردة منتخبنا لكرة الصالات بيفتتح البطولة العربية بالفوز على موريتانيا بنتيجة 7-2، وبيقود منتخبنا المدرب جهاز عرفة، وحصل مصطفى عيد قائد المنتخب على جائزة رجل المباراة، وبيلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة مع العراق وفلسطين وموريتانيا في البطولة اللي بتتلعب في السعودية. ونروح لأخبار النادي الأهلي، الفريق بيتدرب النهاردة على ملعب مختار التتش استعدادا لماتش العودة ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. مشارك الحارس محمد الشناوي في تدريبات الأهلي بصورة طبيعية وتأكدت جاهزيته لرحلة المغرب. هل تشكيلة الأهلي في ماتش الإياب هتشهد تغيرات ولا هيفضل كولر يلعب بنفس التشكيلة؟ تعالوا نشوف الجمهور قال إيه ونرجع نكمل أخبارنا. توقع تغييرات في تشكيل الاهلي في لقاء العوده امام الوداد؟ هو اكيد هيحصل تغيير، هينزل الشناوي مكان شوبير لان هو كان عايز يريح الشناوي للماتش النهائي اللي هو الماتش بتاع العوده، تمام؟ لان في الماتش هنا ما كانش عليه نفس، مش هيبقى عليه نفس الضغط الكبير اللي موجود في الماتش التاني. طبعا الشناوي هيكون بدل شوبير، ده تغيير عظيم المفروض يعني يحصل، تمام؟ بس يعني ده اللي اتوقعه، واظن ان كولر يلعب بنفس التشكيله ونحاول نحافظ على الجون اللي احنا جبناه، الجون اللي فاضل بس، وما يخشش في مرمانا اي جون ان شاء الله، ونجيب ازيد ان شاء الله. اكيد طبعا الشناوي طبعا لازم ينزل، الشناوي خبرات، الشناوي يعني هيعرف يبقى كابتن قائد للفريق،
الشناوي هينزل مكان مصطفى شبير، وممكن السولية بخبرات السولية، والسولية ليه اهداف اصلا، جايب كذا ثلاث اهداف تقريبا في نهايات افريقيا، فان شاء الله ممكن يبقى السولية مكان ديان. ممكن يبقى في تغيير واحد، الشناوي هيدخل مكان شبير، لكن التشكيل على ما اعتقد هيفضل زي ما هو نفس التشكيل. ممكن يحصل تغييرات، بس هو كهربا ممكن يقعد احتياطي ويبدا مكانه محمد شريف عشان كانش موفق اللي فات الماتش اللي فات، فشريف هيبقى احسن كده بالنسبه للتهديف، ممكن يجيب جون يعني وكده يكسبنا بالبطوله. اتوقع ان مثلا السولية اتغير، كمان الشناوي هينزل مكان شوير. ومن الاهلي للزمالك، باللجنة الفنية بتدرس بعض الأسماء لتشريح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو عشان تدعم صفوف الفريق في الموسم اللي جاي، وتناقش اللجنة الفنية مع أوسوريو احتياجات الفريق للموسم الجديد، موقف بعض اللاعبين اللي عقودهم قربت تخلص زي حمزة المثلوثي وسيف جعفر. نروح نشوف تقرير عن آراء الجماهير في الصفقات الجديدة اللي محتاجها الزمالك، ونرجع نكمل أخبارنا. ايه الصفقات اللي محتاجها الزمالك الموسم المقبل؟ اول حاجه خط الدفاع بالكامل، يعني في ملعب بتاع فيوتشر وفي عمر فايق بتاع المقاولين، دول محتاجينه، دول اثبتوا الكلام مثلا مع لون شم يرجع والكلام ده. محتاج يدعم خط الهجوم بتاعه، محتاج مثلا زي جونيور ايبوكا مهاجم تقيل يعني فاهمني، محتاج برضو خط نص، يعني من ساعه ما فرجاني ساسي مشي من خط النص والزمالك متاثر، يعني هو امام عاشور. اعتقد الزمالك هيبقى محتاج على الاقل 2 مساكين، محتاج باك شمال، محتاج باك يمين، محتاج كمان 2-8 يكون واحد فيهم محترف، يكون يعني حد كوره كويس، محتاج رقم 6 تاني، محتاج 2 اجنحه، واحد شمال واحد يمين. الزمالك محتاج فرقه، في عناصر كويسه وكل حاجه، بس لا محتاج يبقى في حد بديل، واحد زي زيزو هيجي وقته وهيتصاب، هيجي وقته ويقع بدنيا بتاع، هيبقى محتاج حد مكانه، زي فتوح هيبقى محتاج حد مكانه. طارق حامد يرجع تاني، بن شرقي يرجع تاني، سيسي يرجع تاني، امام عاشور ليه يا باشا؟ علشان خاطر دول عمود الفقري بتاع الفريق، دول لما اتباعوا مشيوا الزمالك انهار، حضرتك شلت الاساس بتاع البيت، فاحنا بنشجع الزمالك طول عمرنا. الزمالك محتاج يدعم الصفوف بتاعته في كذا مركز، واولهم مركز خط الوسط، يعني الزمالك لو ظبط خط الوسط عنده الملعب كله هيتظبط معاه، يعني بصراحه ربنا الزمالك بيفتقد للبلاي ميكر، البلاي ميكر مش موجود، الديفنس مش موجود، الخط الوسط كله عند الزمالك واقع. واصل حمزه الجمل المدير الفني للاسماعيلي استبعاد عبد الرحمن مجدي وصالح جمعه من قائمه الدراويش، وخرج جمعه ومجدي من قائمه الاسماعيلي لماتش الطلائع اللي هيتلعب بكره الخميس في الدوري، وضمت القائمه القوه الضربه للاسماعيلي وعلى راسها فراس شواط وياو انور. ونروح لاخبار الكوره العالميه، والنجم ليونيل ميسي اصبح على اعتاب الرحيل الى فريق انتر ميامي الامريكي، وأشار التقرير صحيفة عالمية لرغبة ميسي وعائلته في الرحيل لأمريكا بعد فشل عودته إلى برشلونة، وتلقى ميسي عرض رسمي من الهلال السعودي اللي بينافس بقوة للحصول على خدمات قائد منتخب الأرجنتين. اقترب نادي اتحاد جدة السعودي من حسم صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، ونجح الاتحاد في ضم كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، وأصبح على أعتاب حسم صفقة كانتي. أكدت تقارير إسبانية أن ريال مدريد حسم بشكل كبير صفقة التعاقد مع بيلينغهام لاعب وسط دورتموند الألماني، وبيسعى ريال مدريد لتعويض رحيل بعض نجومه وآخرهم بنزيما وأسينسيو هازارد بضم لاعبين جداد قبل بداية الموسم. وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ونكمل حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن محمد عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا بيكم، حلقة جديدة من الرومنتادا على شاشة قناة المحور.
اكيد يعني الدوري العام المصري النهارده وبكره وبعد كده هيبقى في توقف للمهمه الكبيره لمنتخبنا الوطني امام غينيا يوم 14 يونيو ان شاء الله في المغرب، وبعد كده هيبقى مباراه وديه مع جنوب السودان، وبالتالي بعد متابعه كبيره جدا لروي فيتوريا منهم اخر مره شفته امبارح في مباراه فيوتشر ونادي انبي كان موجود وجهازه المعاون بيتابعوا اللاعبين في الفرقتين، واكيد هو كمان وزمايله وباقي الجهاز بيتابعوا مباريات اخرى، وبالتالي وصل النهارده لمحصله اللي كمان شويه هنعرضه معاكم على الشاشه، اختيارات روي فيتوريا لهذه المباراه المهمه جدا. بالتالي يعني بعض طبعا محبين اللاعبين اللي بيبقوا موجودين، طب انا اخد القايمه طبعا في خط في حراسه المرمى الشناوي، محمد صبحي، محمد ابو جبل، خط الدفاع محمد هاني، هشام صلاح الاتحاد السكندري، احمد رمضان بيكهام، ياسر ابراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد ابو الفتوح، خط الوسط مروان عطيه، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنم محمد، محمود حماده، احمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو فيوتشر، خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، احمد ياسر ريان، ومصطفى محمد. الاختيارات طبعا اختيارات فيها قاعده كبيره جدا، وعايز اقول برضو يعني انا كنت شاهد على موقف امبارح بالصدفه، احد الناس الموجودين محبين لاحد اللاعبين في فيوتشر خلى روي فيتوريا طالع ما بين الشوطين من الفي اي بي طالع الملعب، قال له كوتش بوبو محمد رضا بوبو، قال له اوكي المهم شويه قام كرر له الكلام تاني، قال له لو سمحت انا اللي بختار، انا اللي بقول مين يجي المنتخب ومين ما يجيش المنتخب، الحاجه دي حاجه ترجع لي انا بصفه شخصيه، وده برضو يعني ده هو حقه الاصيل والحق الوحيد لروي فيتوريا المدير الفني، لان هو في الاخر هو المسؤول عن اختياراته، لما يختار اختيارات وما تبقاش على مستوى الحدث وما تحققش النتائج المطلوبه لمنتخبنا الوطني وللجماهير اللي بتابع المنتخب بشغف كبير جدا، اعتقد الناس ساعتها هتقفله. هو وسع القاعده بشكل كويس جدا، وفي بسم الله ما شاء الله اختيارات جديده، يعني جينا مثلا لو رحنا عند يعني هشام صلاح اتحاد سكندري، احمد رمضان بيكهام، في عندك مثلا لو اتكلمنا على غنام محمد لاعب فيوتشر، اتكلمنا على محمد رضا بوبو، احمد ياسر ريان طبعا رجع تاني، يعني بعض الاختيارات محمود كهربا، حسين الشحات، لا يعني بعض الاختيارات دي اختيارات شايفينها اختيارات جديده، وانا شايف ان دي القاعده وده يعني نقدر نقول افرازات الدوري العام المصري جانب المحترفين بتوعنا الموجودين، اللي هو يعني كان في احمد حمدي وسام مرسي هو فضل انه ما يبقاش موجودين في الفتره الحاليه، مش تقليل منهم، لكن ممكن يكون المحليين او الموجودين جاهزين ويقضوا الدور يمكن احسن بكمان. ان شاء الله هو كمان يا راجل اتكلم على بعض الامور اللي ضايقته على المستوى يعني المهني بقى كمدير فني منتخب مصر، اللي هي تحديد الموعد ده، وكانوا خاطبوا الاتحاد الافريقي قبل كده، واحنا اتكلمنا من خلال البرنامج من زملائي ميدو وبركات واتكلموا وناس كتير جدا في كل البرامج اتكلمت، هي مخاطبه الاتحاد المصري للاتحاد الافريقي للمباراه لانها هتبقى قريبه جدا من ماتش النادي الاهلي والوداد في العوده، يعني كانوا بيتمنوا يبقى الميعاد مختلف تماما، لكن هو طبعا يعني دي كانت حاجات من ضمن الحاجات اللي قالها. طب هنقرا ليه ونقول الحاجات وهو معانا في تصريحات فيتوريا، نشوف تصريحات روي فيتوريا ونرجع تاني نتواصل معاكم في ريمونتادا على شاشه قناه المحور. Portanto, só para fazer mais ou menos este o plano de ação. عشان نعمل الخطه بتاعت المعسكر. Nós vamos começar a trabalhar a 10. هنبدا ان شاء الله العمل بتاعنا يوم 10. Depois iremos ter um jogo a 14, já falamos sobre isso. ومنها ان شاء الله في مباراه يوم 14 هنتكلم عنها بعدين. Iremos ter outro jogo a 18. ومباراه ثانيه يوم 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no Cairo, 10 e 11. هنشتغل هنا في القاهرة يومين بس اللي هو يوم 10 و11. No dia 12 viajamos para Marrocos. يوم 12 السفر إلى المغرب. Fazemos treino lá 12 e 13, jogo a 14.
هيكون في عندنا تمرين في المغرب يوم 12 ويوم 13 و14 المباراه ان شاء الله. نودي 15 نودي عسير في غرسامش يوم 15 العوده الى مصر ترينام جو كايرو Até ao dia 18 e dia 18 temos o jogo com o Sudão. Aí vai ter tamarim em Cairo, inshallah, e fi yom 18, mubarat yom 18. Esta convocatória tem 28 jogadores. A lista بتاعتنا تتضمن حوالي 28. 28 لاعب. Alguns jogadores novos a trabalhar conosco. هيكون فيها بعض العناصر اللي هي الجديدة تنضم للمنتخب. E vamos ter dois jogos. Um oficial e outro amigável. هيكون المباريات مباراة رسمية ومباراة ودية. E agora é aqui que entra a principal questão desta minha conferência de imprensa. ومنها بنخش بقى على الخط الأساسي للمؤتمر الصحفي بتاع النهاردة. E quero vos dizer que eu estou tremendamente chateado. وبقول بصراحة إن أنا حزين جدا. Tremendamente desapontado. يعتبر زعلان. Que não aceito com facilidade. Isto que vos vou explicar a seguir. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. É inaceitável, e nós, e eu, enquanto treinador do Egito, quero ganhar e é inaceitável nós fazermos este jogo a 14. يعني لن أقبل كوني مدرب لمنتخب مصر ان انا اكون ماشي بالمنتخب وان العب المباراه في يوم 14. وبقول بصراحه دلوقتي الموقف ايه عشان ما يبقاش فيه اي سيناريوهات ثانيه بعد تمزو ماسم شبيت بالجينيه. طبعا احنا مع كل الاحترام لغينيا ما عنديش اي خوف من فريق غينيا شبيت مونتو نحترمه جيدا اي فامش ترابيلار باغانيا والشغل بتاعنا ان شاء الله من اجل الفوز في المباراه وهنكون جاهزين عشان نادي المباراه يوم 14 مجنونكا وكاف او كان كير كسجا بوديه ماركار هذا الشوغا 14 ولكن ليس الكاف او اي منظمه مسؤوله ان هي تحط المباراه بالنسبه لنا يوم 14 سابين كوانت جوغ ايزيست نا اغورا نا ان افريكا نيستا فاز دي جونيو عارفين في كام مباراة موجودة دلوقتي في Existen 22 jogos. افريقيا في يونيو في 22 في 22 مباراة دلوقتي المفروض بتنظمهم Só 3 jogos são jogados a 14 منهم بس 3 مباريات هيتلعبوا يوم 14 É o nosso مباراتنا احنا É o do Sudão مباراة السودان E é o de São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe مدينة بلد ثالثة بس ما اعرفها بصراحة São 3 jogos que existem todos os outros vão ser jogados A 16, a 17, a 18, a 19 ou 20. هيكون بعد كده المباريات من يوم 17 و18 و19 و20 Nós fizemos um pedido احنا قدمنا طلب desde fevereiro que estamos a falar com a CAF من اول شهر فبراير para que este jogo fosse em todos os dias menos a 14 عشان تكون المباراة بتاعتنا مش يوم 14 mandamos 3 cartas ارسلنا 3 خطابات vamos a resposta no dia 21 de maio وصلت لنا الرد كان يوم 21 15 دياس 15 يوم بس ان سو اي تي فامز ا كونفيرماسيون كو جوغ يا سيرا 14 ومنها اكدوا لنا ان المباراه هتكون يوم 14 ادي اس داتا فيفا از 12 حتى 20 يعني التوقف الفيفا الرسمي من 12 لحد يوم 20 اتصال دايم ما بين الاجهزه الطبيه عندنا وما بين الانديه اللاعب محمد الشناوي دلوقتي يعني يمكن بيأدي التمارين واداؤه كويس ويمكن طبعا القرار زي ما قلت يبقى فيه جزء من الخطوره ولكن احنا مكملين فيه الى المباراه لان اللاعبين اللي هم ذو خبره وبيكون وجودهم مهم مع المنتخب ده كان كلام روي فيتوريا الراجل قال اختيار التوقيت ده توقيت كان صعب جدا وفي التوقيت ده تحديدا في اللي هو اليوم 14 في 3 مباريات رغم ان في 22 مباراه وهو الراجل بالنسبه له التجمع يوم 10 و11 في القاهره ثم السفر يوم 12 للمغرب هيتمرن في المغرب يوم وتاني يوم يوم 14 هيلعب المباراه ثم تاني يوم يرجع تاني للقاهره عشان يستعد لمباراه جنوب السودان وده بالنسبه له حاجه هو شايفها يعني الى حد ما فيها تعنت من جانب الاتحاد الافريقي لكره القدم ان كان ممكن يدي
مساحه للمنتخب الوطني المصري انه يقدر يعني يقدر يعدل موعد مباراه غينيا، وبالتالي كانت هتبقى بالنسبه له هيبقى في اريحيه في الامور بالنسبه له. وهو راجل قال خطبنا الكاف 3 مرات لرد لعب يوم 14، وصلنا الرد يوم 21 مايو، اكدوا ان المباراه في نفس الموعد، يعني ما فيش كان في اي اهتمام او اي تغيير او اي حتى مبادره بانك انت تناقش مع الاتحاد الافريقي او تناقش مع الاتحاد المصري امكانيه تعديل موعد المباراه. وقال يعني ان الامور عندي بلغت مداها منذ شهر وانا بحاول معاهم، لكن يعني هو ده اللي وصلنا له. وبالتالي هو راجل حريص جدا جدا انه يبقى يعني موجود، وان شاء الله انه يلعب المباراه وان المباراه يحقق فيها الفوز، لانه عنده يعني الدوافع وعنده الامكانيه وعنده اللاعبين انه المميزين ان شاء الله، حتى لو هم لو الميعاد مش مناسب لمنتخبنا الوطني، لكن ان شاء الله قادرين ان شاء الله على الفوز سواء في المغرب او في اي مكان تاني. وترجع تبقى مباراه العوده الوديه امام جنوب السودان ان شاء الله تبقى برضو من ضمن الاحتكاكات القويه جدا لمنتخبنا الوطني. كان موجود الزملاء النقاد الرياضيين على هامش المؤتمر في يعني وارائهم حول هذا المؤتمر الصحفي لروي فيتوريا، هنشوفه ونرجع تاني نتواصل معكم في المنتدى على شاشه قناه المحور. كلام فيتوريا النهارده مش اي كلام، ده كلامه له معنى، ده كلام انفجار، كلام مدير فني شجاع كشف حقائق كتيره جدا اتحاد الكره ما كانش هيكشفها لو قعد سنين. الراجل ده اتكلم وقال انا طلبت العب المباراه يوم 15 و16 و17 و18 و19 و20، الاجنده الدوليه بتبدا يوم 12، الموضوع متواكب مع نهائي دوري ابطال افريقيا، وبتمنى من هنا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه دي. هل يعقل ان يبقى في 22 مباراه في التصفيات، 3 مباريات فقط يوم 14 و19 مباراه بعد يوم 14؟ القائمه الى حد ما منطقيه، نسبه 98% الاسماء متفق عليها، يمكن كان في بعض المفاجات، طبعا انضم غنام محمد، انضم محمد رضا بوبو، سبعاد احمد الشناوي، لكن هو فسر ده برضو، قال ان اختياراته في الحراس الشناوي جاهز طبيا على حسب معلوماته طبعا والتواصل اللي حصل ما بين جهاز الطبي في الاهلي ونظيره في المنتخب، قال ان محمد صبحي اختياره عشان خاطر بيخدم فكره بناء منتخب للمستقبل ينافس لمده 4 أو 5 سنين، حارس عنده 24 سنه، وقال ان ابو جبل اكثر جاهزيه، وفعلا ابو جبل طبعا قدم مستويات كبيره الفتره اللي فاتت مع البنك الاهلي. يعني استبعاد حجازي ممكن برده كان مثير شويه للجدل، لكن هو ممكن يكون فضل اراحته وبعد اللعب ما حصل حس بارهاق شديد طبعا لسه نهايه الدوري السعودي. قائمه الحقيقه النهارده انا شايفها قائمه يعني منطقيه في ظل طبعا الغيابات الموجوده عندك النهارده، غيابات اضطراريه طبعا نظرا لاصابه عدد من اللاعبين، انت النهارده بتتكلم في حوالي 6 لعيبه كلهم الحقيقه من العناصر والركائز الاساسيه في تشكيله منتخب مصر. بتكلم من بالونش طبعا واحد من افضل المدافعين في مصر، طارق حامد، محمد النني، احمد حسن كوكا، امام عاشور، يعني طبعا كلهم لاعبين مؤثرين. فالراجل النهارده طبعا اضطر ان هو يستعين ببعض البدلاء، يعني يمكن مقابل السته المصابين هو اختار النهارده 6 وجوه جديده. اختيارات جيده جدا، معسكر مهم جدا لمنتخب مصر، ومعسكر السادس لروي فيتوريا، راجل مهم جدا، سادس ماتش يعني لروي فيتوريا محتاج ان هو يقدر انه يحقق بقى حسم التاهل لبطوله امم افريقيا اللي جايه باذن الله. بشوف ان هو نابع عن متابعه جيده جدا لبطوله الدوري المصري، وانه يختار عدد كبير جدا من اللعيبه، بتتكلم على بوبو، بتتكلم على بيكام، على محمد هلال، بتتكلم على ابو جبل كمان عودته من جديد للمنتخب، بتتكلم على محمود مرعي، بتتكلم على عدد كبير جدا من اللعيبه اللي انضمت للمنتخب الوطني مع روي فيتوريا، مهند هاشين كمان اللي رجع تاني للمنتخب مع فيتوريا. بشوف ان هو قدامه فرصه كبيره جدا في ماتشين غينيا وجنوب السودان ان هو يقدر ان هو يحط ايده اكتر على المنتخب بعد فوزه على النيجر وليبيريا وبلجيكا وملاوي ماتشين، فبشوف ان هو قادر ان هو ان شاء الله يتاهل بمنتخب مصر لامم افريقيا ده اكيد، وان هو بقى ينافس على امم افريقيا ثم تصفيات كاس العالم. الراجل من اختياراته باين ان هو شايف الدوري كويس، مباريات كتير كان بيحضرها في كل الاستادات، كان بيسافر ورا حتى اسكندريه، حتى بعض المحافظات الثانيه. الاختيارات تقريبا هي دي اللي موجوده، اختيارات معظمها كويسه، ما فيش تقريبا لاعب انا وانت ممكن نتفق ان هو اتظلم في قائمه المنتخب النهارده. يعني النهارده بنشوف الافضل هو من ينضم لمنتخب مصر، بنشوف 8 نجوم من النادي الاهلي ويستحق، بنشوف 3 نجوم من فريق نادي الزمالك مثلهم تماما من فريق نادي بيراميدز، بنشوف 4 نجوم أو 6 نجوم على ما اعتقد من فيوتشر، فاعتقد انها قائمه منطقيه جدا جدا واختيارات جيده من الناحيه الفنيه، بالاضافه طبعا للمحترفين. فيتوريا في كل معسكراته الاخيره بيضم العناصر اللي بتتعلق بتظهر
بشكل كويس، خاصه لو عندك مباراه وديه. يمكن المباراه الوديه دي بتديك فرصه ان انت تجرب عدد من اللاعبين، ولكن لو معسكر بيبقى ضيق بالنسبه لك وهتلعب مباراه رسميه بتبقى العناصر الجديده بتبقى قليله جدا. ولكن اعتقد وفقا ان انت هتلعب مباراه جنوب السودان ومع الاصابات اللي موجوده في المنتخب غيابات مؤثره للمنتخب المصري طبعا بامثال طارق حامد، احمد حجازي، امام عاشور، الونش، عدد كبير من اللعيبه اللي يعني هتغيب عن هذا المعسكر، فيدى فرصه للعيبه اللي موجوده. اعتقد كل اللعيبه اللي ضمها الوجوه الجديده تعلقت مع فرقه بشكل كبير جدا، وبالتاكيد اختيارات منطقيه يعني اغلب اللعيبه واغلب القائمه من الاهلي وبيراميدز وفيوتشر هي اللي مسيطره بشكل كبير على قائمه المنتخب، وبالتالي اللعيبه يعني لعيبه المنتخب اللي يعني ما فيش اقصى او افضل من اللعيبه دي اللي هيكون في قائمه المنتخب خلال المعسكر الشهر الحالي اللي هيخد المنتخب خلال مواجهتي غينيا ومنتخب جنوب السودان. وبالتالي انا متفق مع اختيارات فيتوريا. ده كان اراء زملاء النقاد الرياضيين الموجودين على هامش مؤتمر روي فيتوريا، والناس اتكلموا بكل امانه عن الاختيارات وتوسيع قاعده الاختيارات، ومنهم برضو من الزملاء النقال احمد ناجي تحديدا قال ان هو الراجل بيسافر في كل الانديه سواء خارج القاهره او داخل القاهره وبيروح يشوف هو وجهازه المعاون، وده فعلا على ارض الواقع. يمكن انا شفت روي فيتوريا السنه دي كتير جدا وجهازه المعاون، وكمان كان ميكالي في المنتخب الاولمبي. لا الناس على ارض الواقع جايين يشتغلوا وجايين يعملوا شكل واداء لانهم مع منتخب كبير ومع بلد كبيره وعظيمه زي مصر، اعتقد وجودهم بالنسبه لهم هتبقى حاجه مهمه جدا. ده من ضمن الحاجات اللي يعني برضو اللي بتسعدنا اراء النقاد في طبعا، والمؤتمر الصحفي المنظم جدا الحاجه من الحاجات المميزه في اتحاد الكوره طبعا، يعني محمد مراد والقائمين على المركز العالمي اتحاد الكوره، المنظمين اتحاد الكوره، وليد العطار، كل الناس اللي بيقدروا يسهلوا للساده الزملاء الاعلاميين والمصورين مهمتهم، ده برضو ظهر بشكل محترم جدا يليق بحجم وقيمه اتحاد كره القدم المصري. هروح لموضوع تاني وهو موضوع ازمه بالفيبرو، ويعني النهارده في بيانها على المشكله وبالتحديد خصنا وخص الدوري العام المصري، وده حاجه ما تسعدناش على المستوى الشخصي. قبل ما نتكلم ونشوف يعني الـ البيان بتاعهم، عايز اقول ان في كل الدنيا بيحصل مشاكل، وبالتالي يمكن واحد متابع كتير لدوريات منها دوري زي الدوري التركي في ازمات كتيره جدا جدا على مدار سنين طويله، في دوريات في البلدان الافريقيه وفي اسيا وفي بعض البلدان الاوروبيه، في البرتغال على سبيل المثال، عايزك ترجع لرمضان على سبيل المثال، بيبقى فيها يعني برضو مشاكل كتيرة وأندية فلست زي النادي اللي كان بيلعب فيه مثلا على سبيل المثال كهربا، ومشكلته هو كان كهربا والنادي عمل تفليسة ومشكلة كبيرة جدا. يعني أقصد أقول إن إحنا مش مقصودين بالموضوع ده بصفة مباشرة، مش إحنا مش أوحش الناس، ممكن يكون عندنا بعض القصور. ويمكن أنا وأنا جاي النهاردة في العربية كنت بتكلم مع لواء اشرف نصار رئيس البنك الاهلي على اختياراته، كان اثنين من لاعبيه هلال وطبعا ابو جبل، والراجل سعيد جدا بيقول ان دي نواه يعني جهد بالنسبه للبنك الاهلي. على الحاجه الثانيه على الحكام ومشاكل الحكام المتعاقبه في كل الماتشات بقول، وبعض المشاكل اللي بتحصل بينه وبين نفسي، قلت طب هو ليه الاتحاد المصري لكره القدم مشكورا زي ما بيعمل رخصه ايه ورخصه وبي وسي والحاجات اللي بيعملها والتطوير اللي بيعمله، وكان على هامش 6 و7 الشهر ده كان في رخصه بتاع ده تراخيص من الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري، وكان في مندوب من كل نادي من الانديه موجود لكافيه الحصول على التراخيص، ويبقى عندهم الباك جراوند القوي جدا للتراخيص والحاجات اللي بتبقى مطلوبه من الانديه للمشاركات في افريقيا، منها فرق كره قدم نسائيه، منها بعض الامور اللي ممكن نتكلم فيها مع ضيوفنا النهارده استاذ مار غريب والاستاذ شريف عبد القادر. قلت ليه احنا على مشارف دوري بينتهي تقريبا في خلال شهر، احنا ليه مثلا اتحاد كرة القدم المصري ما يعملش مثلا كورسات، ما يعملش زيارات ميدانية زي اللي كان بيعملها روي فيتوريا، زي اللي كان بيعملها ميكالي للأندية، يعني تيجي لجنة الحكام الاعتراضات يعني حدث ولا حرج، وممكن نعرض مع بعض اعتراض لاعب بغزل المحلة النهاردة بعد المباراة مع المصري بشكل يعني الراجل يعني كان ناقص يمسك الحكم يعمل له مشكلة. طيب يعني طب معانا بيان رابطه الانديه الفيبرو بيتكلم على طبعا انه لاحظ في الفتره الاخيره ارتفاع النزاعات بين اللاعبين والانديه فيما يتعلق بحالات عدم
عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادر جوازات السفر والتزوير والابتزاز، وبحذر من خطوط الانتقال للدوري المصري، وبيقول ان فيها نزاعات قانونيه كبيره، وهناك بعض التوصيات نقدمها للاعبين في حاله الرحيل للدوري المصري، ابرزها عدم تسليم جواز السفر لمسؤولي النادي والحصول على تصريح اقامه او عمل والاكتفاء بتقديم صوره من جواز السفر او الاصرار على حضور هذه الاجراءات، وعدم توقيع اي عقود على بياض بغض النظر من النظر بينه وبين النادي يعني. ولابد من الحذر عند التعامل مع الوكلاء بجانب ضروره التواصل مع فيف برو عند حدوث اي نزاع وتصعيد لغرفه المنازعات التابعه للاتحاد الدولي. ده طبعا حاجه يعني الواحد مش مقتنع بالكلام، لان الكلام فيه تعسف، واكيد احنا عندنا رابطه ورابطه محترمه جدا فيها ناس افاضل ناس محترمين معانا ومعكم على الهواء. طبعا النائب الدكتور طبعا ثروت سويلم عضو رابطه الانديه والمدير التنفيذي الاسبق للاتحاد المصري، واحد من القيادات الشرطيه المحترمه. سياده النائب اهلا بيك. اهلا محمد، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا سياده النائب. يعني البيان بتاع الفيف برو على المستوى الشخصي انا مش متقبله كعالمي مصري، بما فيه من تعسف يعني واتحاف للشان المصري في كره القدم. اولا مبدئيا يا محمد طبعا انك وحشني جدا، ودايما في تألق، وقناة المحور في أفضل حالاتها يعني، وانت رئيس طبعا وفي تميز في القناة وحاجة محترمة جدا، واحنا بنشيد بالقائمين على إدارة القناة، فده مبدئيا. حاجة تانية بكلم حضرتك بالنسبة للبيان بتاع رابطة الأندية، ده بيأكد ويوضح ان قدين رابطة الأندية حريصة كل الحرص على مصلحة اللعيبة المصريين ومصلحة الأندية المصرية، فبالتالي ما اعتقدش ان يبقى في اي موضوع يتعلق بالأندية ومصالح الأندية ولا اللعيبة الا وكان الرابطة سند كبير جدا للعيبة وللأندية. ده ملخص الكلام. فبالتالي لما حصل الحوارات اللي شغالة على موضوع الأندية والتعاقدات مع اللعيبة، كان لازم يبقى في تدخل من الرابطة بالبيان اللي سيادتك شايفه ده. تمام سيادة النائب، يعني البيان ده بيان محترم، لو من بيمن ان في رابطه محترمه بقى لها سنتين عامله دوري على اعلى مستوى، وان شاء الله الموسم القادم احسن واحسن، لكن هل هناك ممكن يرد فعل رسمي ضد الفيف برو مثلا للاتحاد الدولي او للامور معينه ممكن حضرتك برضه تجاهلنا توضح لنا؟ والله يا كابتن محمد انا يعني عاوز اوضح لحضرتك ان انا سنين طويله في اتحاد الكوره، ويمكن اول مره يكون في تواجد فعلي لرابطه الانديه المحترفه في قرارات في شكل مميز للرابطه. عاوز اقول لحضرتك يمكن كنت بكلم مع الساده اعضاء رابطه الانديه، قلت لهم فعلا يبقى انا بتشرف بوجودي معاكم، لان عندهم حرص على مصلحه اللعيبه ومصلحه الانديه. تصعيد الموضوع بقى بالاتحاد الدولي، طبعا انت عارف ان احنا عندنا اسم كبير في الاتحاد الدولي الكابتن هاني ابو ريده، والكابتن هاني دايما سند لمصر واتحاد الكره المصري ومنظومه الكره في مصر، ودايما هو حريص جدا على ان يكون مصلحه الكره في مصر من خلال وجوده في الاتحاد الدولي، بيكون طبعا اكيد المظله للعيبة المصريين والاتحاد المصري لكرة القدم. فأنا بقول لك كابتن محمد الموضوع يعني أنت شايف كده الحوارات شغالة النهاردة على الموضوع ده، لكن أكيد هيبقى فيه برضو مش تصعيد، تنسيق مع الكابتن هاني ومع اتحاد الكرة. ورد يا فندم، ورد يا سيادة النائب كمان، لازم يبقى في رد. أكيد طبعا يعني أكيد، ما أنا بقول لحضرتك أكيد إن هيبقى فيه أكيد تدخل، وأكيد هيبقى فيه حرص من الرابطة والتنسيق مع اتحاد الكورة ومع الكابتن هاني، نشوف اللي فيه مصلحه اللعيبه المصريين والاتحاد الكره المصري ان شاء الله. ان شاء الله. متى ينتهي الدوري المصري بشكل رسمي يا سياده النائب؟ بص يا كابتن، طبعا الكابتن عامر حسين عامل بالظبط يعني اكثر من برنامج، لكن او سيناريو لانتهاء الدوري، هو الدوري ان شاء الله ينتهي 15/7 بشكل كبير يعني. هيتبقى 3 ماتشات للنادي الاهلي، والثلاث ماتشات لا الانديه المشاركه في الثلاث ماتشات ولا النادي الاهلي هيبقى لهم تاثير، لان هيكون يعني اتحسم موضوع الهبوط واتحسم ان النادي الاهلي بطل الدوري. فانا بقول لحضرتك يعني بنسبه كبيره جدا 15/7 هيكون في نهايه الدوري، وهيتحدد الثلاث ماتشات المتبقيه للنادي الاهلي ان شاء الله. واغلب الانديه بقى غير النادي الاهلي والثلاث انديه اللي هيكونوا يعني طرف في الماتشات الثلاثه هيكون الدوري انتهى بالنسبه لهم 15/7 ان شاء الله. طب بالنسبه كده الزمالك يقدر يقيد صفقاته الجديده للبطوله العربيه؟
كابتن، حصل لغط كتير جدا في موضوع القيد، وانا ما طلعت اتكلمت في الموضوع ده مع الكابتن ميدو. انا بتكلم ان كان يعني الحوار ان الكابتن عامر حسين متشدد في موضوع قيد اللاعبين. انا مش دفاع على الكابتن عامر، انا بقول ان الكابتن عامر اكثر الناس حرصا على ان الانديه المشاركه في بطولات عربيه او افريقيه بيكون سند ليهم، بيحاول بكل ما يستطيع في ان الجدول يكون مريح بالنسبه لهم في الماتشات. فلكن موضوع القيد ده سيستم يا كابتن، يعني انا قلت ان كان في الامكان ان يتم القيد ودعم النادي الزمالك في البطوله العربيه، ده واجب على اتحاد الكوره وعلى الرابطه وعلى لجنه شؤون اللاعبين. لكن هذا الموضوع ده مرتبط بسيستم وبلائحه ولائحه القيد. لكن انا بقول لحضرتك ده الحوار اللي كان تم، وبالتالي اتحاد الكوره والرابطه ولجنه شؤون اللاعبين كل دول حريصين تماما على مسانده اي نادي مصري في البطولات الخارجيه. طيب سياده النائب، حضرتك قلت ينتهي الدوري المصري تقريبا 15/7، متى يبدا الموسم القادم ان شاء الله؟ يدينا ويديك العمر. برضه يا كابتن هو لسه يعني الكلام ده، الكابتن عامر هيقعد مع المدير الفني للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي عشان برضه انت عارف في ارتباطات افريقيه ودوليه، وبالتالي لكن يعني تقريبا هيكون بدايه الدوري في شهر 9 ان شاء الله باذن الله، ودي حاجه تبقى خطوه كويسه جدا يا كابتن محمد. 29/9 يا سياده النائب؟ نعم 20/9 15، من 15 نقول ل 20/9 يعني ممكن يكون في النص الثاني من 9/15. لكن انا بقول لحضرتك الكلام ده كله يعني هيكون هيترتب على التنسيق مع المنتخبات عن طريق الكابتن عامر المشرف على كل المسابقات ان شاء الله هيكون، وهيتم الاختيار بيه. والجدول اعتقد ان السنه دي هيبقى شامل كل طول الموسم، وما عدا بقى الحاجات اللي بتبقى استثنائيه في التاجيلات والكلام ده كابتن. طيب يعني اكيد السنه القادمه ان شاء الله هناك بعض اكيد المفاجآت، ممكن زياده نسبه حصول بطل الدوري على عائد اكبر. ايه اللي بتعمله رابطه الانديه برئاسه النائب احمد دياب وكل المعاونين وحضرتك وكل الزملاء الموجودين؟ اكيد كل سنه عن سنه لازم تفرق لوجود ولمس الدور المهم جدا ليكم في رابطه الانديه. والله يا كابتن محمد انا يعني باكد على ان الرابطه فعلا حاجه متميزه جدا، وبقول لحضرتك بمنتهى الصراحه ان يمكن انا والكابتن انا وسياده اللواء صفي اللي بنعتبره طبعا كبير الرابطه، يعني بنساعد وبنساهم مع ناس فعلا عندها طموح، دكتور احمد دياب، الكابتن عماد متعب، دكتور شريف صالح، دكتور خالد رفعت اللي هو المحترم اللي هو إضافة للرابطة اللي هو خالد شكري أحد رموز القوات المسلحة، حاجة محترمة جدا. بقول لحضرتك فعلا في حرص منهم إن يتعمل كل ما هو يعني مميز في الدوري. درع جديد هيتعمل إن شاء الله بإذن الله. أيوة كده يعني نبدأ بقى ده الجديد في الرابطة السنة الجاية. أول حاجة درع جديد السنة الجاية؟ لا لا نعم. ان شاء الله باذن الله الدوري السنه دي بنسبه كبيره جدا. أيوة. هيكون في درع جديد، يعني تعرف يا كابتن محمد احنا الدرع الدوري ده بقى لنا سنين طويله عاوزين نعمل درع للدوري، وعملنا فعلا في 2019 كان في درع محترم اتعمل، لكن للاسف موجود حاليا في مخازن الاتحاد رغم انه اتعمل برضه خارج مصر وكده. احنا بقى الرابطه السنه دي كان في اصرار ان البطوله السنه دي يكون في درع جديد مميز تم تصميمه بالفعل، فبنسبه كبيره جدا النادي الاهلي هيحصل على الدرع الجديد بالشكل الجديد ان شاء الله. وفي احتفاليه كبيره جدا في اخر شهر 6 ان شاء الله باذن الله الرابطه بتعملها لتسميه درع الدوري. يعني مثلا على غرار كاس رابطه الانديه السنه اللي فاتت، الحاجه اللي كان معمول في انجلترا والراجل اللي كان بيعمل مجوهرات الملكه اليزابيث الراحله، يعني هتبقى حاجه بالشكل ده. هو كابتن محمد بالفعل الكلام ده تم بالفعل، لكن انا بقول لحضرتك الجديد بقى ان الرابطه هتسمي هيبقى في تسميه احدى الشركات الراعيه للاستثماريه هتاخد حق رعايه ان الدرع يكون مسمى باسمها، هيبقى دوري مسمى باسم احدى الشركات الكبرى زي السعوديه دوري جميل قبل كده وزين وكل الحاجات كده. حضرتك المقابل ده هيبقى للانديه، يعني المقابل ده وده حقيقي يعني كان مجهود كبير جدا من الدكتور احمد دياب، من كابتن عماد متعب، من الدكتور خالد رفعت، يعني هما كانوا الموضوع ده
هم احنا الرابطه في ملفات كده، كل حد مسؤول عن ملف، هم عاملين دور كبير جدا في هذا الموضوع لصالح الانديه. كل نادي هيخش ليه دخل كويس جدا من تسميه درع الدوري. طيب انا اعرف حضرتك من سنين طويله وانت اكبر واحد خدوم على ارض الواقع، يعني انت ليك معايا تجربه، انت اللي اتجوزتني عشان اقول للساده المشاهدين يعني، وده اهل دايرتك وكل اللي كان بيدخلك اتحاد الكوره او سواء كنت موجود في الشرطه او في اي مكان، انك راجل محترم جدا. ايه سر الهجوم عليك من القنوات الخارجيه والناس ايه سر الهجوم عليك؟ هو مبدئيا طبعا اللي يسمع يقول لك ان انا جوزتك يقول لك ده ايه بالظبط كان شغال ايه؟ انا جوزتك عشان انا كنت مدير نادي الشرطه وانا ضابط وانا ضابط شرطه، فحضرتك عملت الفرح في نادي الشرطه. صح، بس انت ساعدتني، انت كنت دكتور كبير، بس ده اللي عايز اقول يعني بشكرك. حبيبي كابتن محمد، طبعا انا فوجئت بالقنوات اللي حضرتك اللي هي المعادية اللي متسماش. انا كان تصريح ليا بقول ان الحوار الوطني حاجه جديده في مصر، اول مره مصر تشوف حوار وطني. دي حقيقه فعلا على مر التاريخ وعلى مر الديمقراطيه في مصر اول مره يتعمل حوار وطني للمعارض والمساند. وعاوز اقول لحضرتك كمان مش في مصر بس، انا اول مره نشوف حوار وطني في اي دوله عريقه زي مصر يتعمل حوار عشان يتناقش سبل وضع سياسات ووضع رسم خريطه للجمهوريه الجديده. فدي حاجه، فانا بقول كده وبقول ان فعلا احنا ربنا كرمنا ان اللي بيقود مصر ورئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلام ده في ناس قله ماجوره ما بيعجبهاش انك انت تقول الحقيقه، وبالتالي احنا لقيت الناس في قناه من القنوات اللي هي الناس اللي خارج مصر وكده وبعدين بيهاجموني في حاجات من 5 سنين في اتحاد الكوره في الفتره اللي الكابتن هاني قدم استقالته وبقيت انا بتولى رئيس اتحاد الكوره، ففي موضوع يخص كاس مصر، حاجات كلها ما فيهاش اي حاجه غلط. تسريب مكالمه كانت بيني وبين الكابتن وجيه احمد في 2016 برضه لما الاستاذ جمال علام قدم استقالته فتوليت انا اتحاد الكوره. فالمواضيع دي كلها يعني انا واحد بيتكلم على موضوع بقى له 7 سنين او 8 سنين، هترد على الناس دي تقول لها ايه غير ان احنا في عصر الرويبضه؟ يعني الناس دي يا كابتن، كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ستاتي ايام وساعات يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يخون الامين ويؤتمن الخائن وتنتشر الرويبضه. فقال له الرسول وما هي الرويبضه يا رسول الله؟ قال عندما يتحدث التافه والجاهل في امور العامه. فالناس دي يا كابتن الرد عليها غلط، والناس دي الناس ما تشوفهاش اصلا، لان الناس ما لهاش اي هدف غير مهاجمه مصر. احنا يعني ربنا كرم مصر بوجود القياده السياسيه اللي حريصه على انها تعمل كل ما هو جديد لمصر، وبالتالي هم بالنسبه لنا نشاز، الناس دي نشاز، فبالتالي هجومهم ده كابتن ما يستثناء بالحوار الوطني غيصهم، لانك انت اديت الفرصه للناس اللي كانوا هم بيقولوا انهم مظلومين، الناس اللي هم ما لهمش راي، الناس المهمشين كده، بالتالي انت فتحت لغه الحوار لكل طبقات ولكل فئات الشعب المصري. وانا عاوز اقول لحضرتك كابتن محمد، ده في ناس من المعارضين في البلد المشاركين في الحوار الوطني، يعني لاول مره تحصل ان فعلا في توجه من الدوله ومن القياده السياسيه ان يبقى فصيل كامل من الناس ومن كامل اطياف الشعب المصري موجود من الشباب والناس الخبره. فبالتالي بقول لحضرتك دي خطوات مهمه جدا للجمهوريه الجديده، فده مش عاجب الناس المرضى النفسيين دول. فبنقول لحضرتك يعني ان شاء الله مصر الافضل، ودايما مصر هتكون يعني مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا زي ما قال الرئيس ان شاء الله. كابتن محمد ربنا يخليك. سياده النائب ثروت سويلم عضو رابطه الانديه بشكرك شكرا جزيلا، بس عايز اعقب على جزئيه الحوار الوطني. احنا بس مش بتوع كوره ولا برامج رياضيه، لا احنا بنحب البلد وبنتابع السياسه وبنتابع السياسه الخارجيه وبنتابع امور الشعب. ازمه موجوده عالميه، الازمه الاقتصادية موجودة على كل البلدان، بس ممكن تختلف من بلد لبلد بحجم قوة البلد أو بحجم البلد، وما بالك بلد زي بلدنا يعني بقالها كم فترة فيها صراعات كبيرة وأزمة كبيرة جدا، قدرت تعبر النفق المظلم ده بقيادة سياسية محترمة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما في حقبة من الحقب الإخوان لما مسكوا الحكم فصلوا كل الناس وعزلوهم على جنب وهم كانوا بيديروا. الآن الرئيس بيدي الفرصة لكل الناس، معارض أو مش معارض أو
انك تقعد على طاولة الحوار ولو عندك رأي يفيد البلد اهلا بيك، ودي حاجة من الحاجات المحترمة جدا. نتمنى ان شاء الله في الجمهورية الجديدة، نتمنى ان شاء الله لمصر كل التوفيق فيما هو قادم، ودايما تحيا مصر زي ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل مكملين معاكم في أرمونتادا، اوعى تروحوا في اي مكان، ودايما تحيا مصر. رجعكم تاني بعد الفاصل، ويعني النهاردة كان في عندنا مباراتين مهمين جدا. المباراة الأولى كانت بين نادي غزل المحلة ونادي المصري وانتهت بتعادل 1-1، ومباراة أخرى سموحة وسيراميكا 2-2. مباراتين كانوا في غاية الأهمية، مباراتين كان فيهم كرة قدم وفيها متغيرات حصلت في المباراتين بشكل مهم جدا، وده لو ده اللي بيدل أن المباريات المتبقية من الدورة العام المصري مباريات لا تقل أهمية عن مباريات الكؤوس. معنا على الهواء الكابتن صابر عيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة. كابتن صابر أهلا بيك. أهلا بيك كابتن محمد، زي حضرتك زي كابتن. كابتن صابر، النهاردة مباراة أنا شايفها المحلة يعود كما عودنا في بداية الموسم أو عمل مباراة ولا أروع أمام نادي المصري البورسعيدي، وكان أقرب للفوز بالمباراة. والله هو الأداء النهاردة كان أداء كويس جدا، إنما النتيجة طبعا إحنا كنا نتمنى إن إحنا ناخد 3 بونت لأن بالنسبة لنا إحنا مهمين جدا. إنما بنقول الحمد لله، يعني الحمد لله إن إحنا يعني طلعنا بنتيجه تعتبر ايجابيه، يعني ان احنا كنا نتمنى ان احنا ناخد 3 بونت. الماتش كان ماتش صعب مع فرقه، يعني مش عاوز اقول لك، يعني فرقه المصري من الفرق الكويسه وكده، انما الماتش يعني هم خطفوا جول بنالتي بخبره يعني مروان حمدي، وفي الاخر بنقول الحمد لله رب العالمين. بس العش جاب هدف ولا اروع يا كابتن صابر. يعني هو الحمد لله يعني النهارده الاولاد يعني ادوا مباراه كويسه جدا، كان في روح قتاليه في الملعب. فاضل 3 ماتشات بالنسبه لنا برضه حاجه هبوط الماتشات اللي جايه دي. يعني هناك قلق من قصه الهبوط ولا الولاد قادرين على العوده الى حد ما والوجود في الدوري هذا الموسم؟ والله يعني احنا يعني هو في قلق، انما ان شاء الله باذن الله بالمستوى ده وبالروح اللي لعبنا بيها الماتش ده ان شاء الله ممكن نعدي باذن الله. ان شاء الله واحنا عندنا لعيبه رجاله، ان شاء الله قاتل لغايه اخر لحظه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله قادرين ان احنا نستنى في الدوري ان شاء الله. المباراه القادمه بالنسبه لغزل المحله عندنا الزمالك بعد فتره توقف، وعندنا البنك الاهلي، وعندنا حرس الحدود ان شاء الله. ده 3 مباريات من العيار الثقيل، يعني بتستعدوا ازاي مع الكابتن رضا شحاته لثلاث مباريات مهمين جدا في مسيره غزل المحله السنه دي؟ والله هو يعني هو الكابتن رضا بيشتغل مع الاولاد، يعني مش عاوز اقول لك، يعني انت عارف احنا بنوصل هنا نوصل للجول دلوقتي يعني كويس قوي، انما المشكله ان انت ما بتجيبش جوال، يعني انت محصله عندنا استهدافيه تعتبر ضعيفه بالنسبه ان احنا بنروح لجول كتير وكده، وان شاء الله باذن الله اللي جاي ده اللعيبه لازم تبقى عندها حرص، كل كوره بتحط فيها للجول لازم يبقى في تركيز ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان نعدي النقطه ده ان شاء الله. يعني بدايه غزل المحله كانت بدايه ولا اروع، غزل المحله والاتحاد السكندري سيد البلد، ولكن الامور الان مغيره تماما عن بدايه المحله في الدوري العام المصري. ما هي الاسباب اللي ادت الى الوصول لهذا يعني التراجع؟ والله هو حصل ضروب غير طبيعي، يعني الضروب يعني مش عاوز اقول لك، انت عارف ماتش خساره في ماتش بدات اللعيبه تبقى فاقده اساس الثقه، فطبعا يعني مش عاوز اقول لك، يعني انت عارف اللعيب المصري لما بيفقد ثقته في نفسه بتبقى النتائج مش كويسه، انما ان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان شاء الله واللعيبه قادره ان هي ترجع تاني لوضعها الطبيعي، لان احنا انت عارف حضرتك احنا واخدين الدور الاولاني 26 بونت، فالدور الثاني لغايه دلوقتي 6 بونت بس، فده بالنسبه لنا كارثه، يعني كارثه تعتبر كانت كارثه بالنسبه لي. بس انا النهارده شفت روح غزل المحله تعود مره اخرى على ملعب برج العرب امام نادي المصري، يعني كان في اداء، كان في اصرار، كان في عزيمه، وكان في قتال من اللاعبين. هو ده الطبيعي بتاع اللعيبه، دي اللعيبه اللي بدات اول السنه اللي خلت الناس كلها تتكلم عليها كويس، فان شاء الله باذن الله
هم قادرين ان شاء الله يرجعوا لنا تاني لوضعنا الطبيعي، فاحنا هنقاتل لغايه اخر لحظه يا كابتن محمد ان شاء الله. يعني طبعا ده بالنسبه لتاريخ غزل المحله. في الختام طبعا بشكرك كابتن صبر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحله، وده نادي جماهيري، نادي فاز بدوري عام مصر 1972 وصل لنهائي الدور قبل نهائي البطوله الافريقيه او دور النهائي تحديدا. لا يعني فريق من الفرق اللي كانت اي حد بيعمل حسابه وهو رايح المحله، كان بس لو رجع بنقطه اعتقد ان دي كانت بالنسبه له تبقى حاجه مميزه جدا. هستعد عشان طيب معانا ماتش سموحه وسيراميكا. يعني لو اتكلمنا على سموحه وسيراميكا في الفتره الاخيره عاملين برضو اداء مميز جدا. المدير الفني كابتن حلمي طولان المدير الفني الجديد لنادي سيراميكا تعادل النهارده 2-2 مع طبعا سيراميكا وسموحه، ودي نتيجه من نتيجه انا شايفها منطقيه، لكن طبعا المباراه كانت في اسكندريه والطبيعي كانت في اسكندريه ولا في القاهره؟ في اسكندريه. سموحة جاب جونين ثم تعادل سيراميكا في عودة ورمونتادا مميزة جدا، واعتقد ان دي برضو من المباريات المهمة. وزي ما قلت في البداية وهنفضل نتكلم حتى مع ضيوفي بعد الفاصل الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ ماهر غريب عن يعني المباريات القادمة المتبقية من الدوري العام المصري، هتبقى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. معانا ترتيب الدوري قبل ما نطلع فاصل. بيراميدز في مؤقتا في المركز الاول 64، الاهلي في المركز الثاني ولو 6 مباريات مؤجله 62، فيوتشر في الثالث 57، الزمالك في الرابع 53، المقاولون العرب في المركز الخامس 42، فاركو في السادس 41، المصري في السابع 41، الاتحاد السكندري في الثامن 40، انبي في التاسع 39، سموحه في المركز العاشر ب 36 نقطه، البنك الاهلي في ال 11 34، سيراميكا كليوباترا في ال 12 33، الاسماعيلي في المركز ال 18 برصيد 33، غزل المحله في ال 14 32، اسوان في ال 15 31، طلائع الجيش في ال 16 29، الداخليه في ال 17 29، حرس الحدود في المركز ال 18 برصيد 20 نقطه. اكيد دي يعني كان استعراض لجدول الدوري. هستعد عشان اطلع لفاصل. معايا اثنين من القادرين الكبار اللي دايما بنأنس بيهم في حواراتهم في ارائهم المهمه جدا والواضحه، الاستاذ شريف عبد القادر نقد الرياضي الكبير والاستاذ ماهر غريب نقد الرياضي الكبير في حوار مهم جدا للريمونتادا. اوعوا تروحوا في اي مكان. رجعوك تاني بعد الفاصل وانضمنا في الفقرة الحوارية اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، أستاذنا الكبير أستاذ شريف عبد القادر أهلا بيك. أهلا بيك يا محمد بيه وأهلا بالمشاهدين وإن شاء الله حلقة موفقة. أستاذ ماهر أهلا بيك وبحيك على الشياكة. أهلا بيك يا أستاذ محمد ونتعلم منك ومن الأستاذ شريف طبعا. لا 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 أنت أحلى نتعلم منك. ده الكلام ده عشان مثلا مجاملة ولا دي الحقيقة؟ عشان أغيظه. هو بيدرس أصلا إحنا مع بعض بنشتري مع بعض اللبس يعني. أكيد كأصحاب شأن ومهتمين وناس من الكتاب الكبار شايفين موضوع الفيف برو ويعني الأزمة اللي طلت علينا بشكل يعني لا يليق بنا كسمعة الكرة المصرية يا أستاذ شريف. طبعا في البداية يعني احنا في أزمة حقيقية، مش عايز أقول في مهزلة، من ساعة لما صدر البيان ده. طبعا يعني ردود الأفعال كانت بطيئة جدا وتأخرت كثيرا جدا، ولكن أنا أقول لك أن أنا يومي النهاردة كله في هذا الشأن عشان شغلي يعني وعشان بتابع عشان مراسلاتي لوكالة الأنباء الفرنسية. كتبت ايه وكاله الانباء الفرنسيه؟ طبعا كان لازم اسال الناس المسؤوله في مصر ردودهم ايه وبتاع وكده. فاول اتصال عملته مع مسؤول في اتحاد الكره بدون ذكر اسم؟ لا مش لازم. اوكي عدي ماشي. وكان رده غريب جدا، قال لي احنا ما جالناش حاجه رسمي. قلت له حاجه رسمي ايه؟ ده لما بتاع منشور على صفحه الاتحاد او الجمعيه المحترفين الصفحه الرسميه بتاعتهم. قال لي ما فيش حاجه لنا. قلت له طب هات لك اللينك. طبعا خلاص محدش رد، اتبخر خلاص. خلاص طب عندكم رد؟ لا مش هنرد رسمي لما يجينا. كلمت مسؤول في رابطه الانديه المحترفه، فقال لي برضه من غير الاسم؟
صديق عزيز يعني، يعني كلمته بشكل يعني صديق يعني. هو قال لي طبعا انا مش هقدر اتكلم، انا ممكن اتكلم ان جنرال، ولكن احنا هنطلع بيان. وفعلا ده حصل بعد ما كلمته بحوالي ساعتين، كان في بيان رسمي يعني. قال لي ده اجراء روتيني بيحصل كل سنه، اجراء روتيني بيحصل كل سنه من جمعيه المحترفين الدوليه. لينا احنا مخصوص ولا السنه اللي فاتت خاطبوا 7 دول بنفس الخطاب؟ بنفس الخطاب. حلو، ده توضيح جديد. حضرتك الجزائر، ليبيا، تركيا، اليونان، السعوديه، الصين. الجزائر، ليبيا، اليونان، تركيا، 7 دول. السعوديه، ليبيا، الجزائر، منهم 3 دول عربيه. خطاب دوري كده، زي خطاب دوري بيتم كل سنه قيود. بيتم كل سنه بشكل روتيني. تمام. ولكن قال لي ان الخطاب دوت فيه بعض المغالطات جت فيه، وهي مثلا زي جزئيه ان مفيش تي ام اس للانديه، ما عندناش. فقال لي مفيش حاجه اسمها الكلام ده. طبعا الناس بتعمل تعاقدات ازاي ومع الاتحاد الدولي والكلام ده كله، ونظام معتمد وفي كل الانديه موجود. وقال لي على شويه يعني حاجات ظهرت بشكل اوضح في البيان اللي اصدره. طبعا بيان الرابطه بيان موضوعي ومعتدل، اللي هو احنا عندنا مشاكل بس احنا بنسعى لحلها، وفي اجراءات لتطوير الكره المصريه. اتصلت بمصدر مسؤول في النادي الاهلي، وقال لي احنا ما عندناش اي قضايا، والبيان معمم بشكل كبير. كان لازم يحدد يعني مين اللي عندهم قضايا، عشان انت كده او من هم اللاعبين اصحاب المشكله، او اللاعبين مش لازم الانديه. وانت كده خدت عاطل في باطل يعني، انت عممت المساله على الانديه المصريه كلها، وبتخاطب اللاعبين في العالم ما يجوش مصر اساسا، فده جزء فيه مغالطات. كلمت مسؤول في نادي الزمالك وقال لي احنا عندنا مشاكل نظرا للازمه الماليه، ونظرا للحجز على الارصده وبعض الامور بالظبط، الموضوع المتداول ده. لكن احنا كنا بنحاول نسير الاعمال والمجالس المتعاقبه واللجان والكلام ده كله. اخيرا ظهر علينا البيان بتاع اتحاد الكوره، وده لازم نتوقف عنده كثيرا، لانه بيان عارف الناس بتحط راسها في الرمل. لا احنا ما عندناش مشاكل. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ ما احنا عارفين المشاكل اللي موجوده، والانديه اللي عندها لعيبه عامله قضايا طبعا، ماشي، خاصه في الانديه الشعبيه يعني اللي عندهم ازمات ماليه باستمرار. فبيان يعني عارف انت في عنطره، لكن واقعه اليم، ان انت مش عايز تعترف بخطأك. انت ممكن ترد في حاجات مغلوطه في البيان بتاع جمعيه المحترفين الاجانب، ولكن انت في ازمه. ما هو انت في ازمه يعني، انت شديد اهو من ماشي تيم اس والكلام ده كله، وان انت تقاضي. لكن يعني ما انت عندك 268، انت عندك قضايا لغايه دلوقتي لم تحسم، وقضايا لم تحل مع بقرارات وعقوبات مفروضه. ده لان احنا تعودنا في اتحاد الكره الحالي خبي اي حاجه، خبي جوابات، خبي عقوبات، خبي ايقاف، خبي غرامات، خبي حكام، خبي حكام، خبي حاجات كتيره، مش خبي اخطاء. فللاسف الشديد، للاسف الشديد، طريقه معالجه اتحاد الكره للازمه بتودينا في طريق مظلم. انت لازم تواجه الحقيقه اللي عندك وتقول انا عندي اخطاء بس بصلحها، لكن ما تقوليش انا ما عنديش اخطاء. طيب استاذ ماهر بما لك من خبرات تراكميه كبيره في دوله قطر الشقيقه، كان عامل كصحفي رياضي كبير، احتكيت اكيد بالاتحاد الاسيوي لكره القدم، الاتحاد القطري لكره القدم ونهضته الكبيره في الفتره الاخيره، وبعض الامور، وجود لبعض اللاعبين الاجانب في الدوريات القطريه. قابلك حاجه بالشكل ده او بالمحتوى ده؟ لا، انا على مدار سنوات كثيره اشتغلت في قطر، ومعروف ان دوله قطر من انديتها من اكثر منطقه في المنطقه، الانديه في المنطقه العربيه اللي بتجيب لاعبين اجانب. لا، العقد شريحه المتعاقدين، اي عقد بالنادي ولاعب في بنود فيه، كل الاطراف بتكون ملزمه بيه، النادي واللاعب. وبالتالي حتى لما بيحصل خلاف، الخلاف ما بيوصلش للمرحله اللي احنا بنشوفها عندنا في الانديه في مصر صراحه. وده شيء يعني بيبين لك العقليه اللي بيدير بيها المسؤولين عن الانديه هنا وحتى في الاتحاد. خلينا نتفق على شيء، البيان اليوم الصادر من الفيف برو، البيان ده
في جزء منه كبير جدا واقعي. احنا بنشتغل ملموس بنقول الاحتراف، لكن احنا معلش اغلب الانديه بتدار بشكل بطريقه الهوايه، مسؤولين ولاعب كله بطريقه الهوايه. طب البيان يعني برضو عايز اضيف بس حاجه حضرتك وكمل، ان الاتحاد الافريقي كان يوم 6 ويوم 7 هناك ورشه عمل من قبل الاتحاد الافريقي في الاتحاد المصري لكره القدم لترخيص الانديه وبعض الحاجات اللي هي فيها يعني جديد، ما هو جديد وفي اصدار الترخيص وبعض الامور تخص الانديه. اتفضل. تمام. لما تيجي انت على ذكر قطر، قطر على مدار اخر 20 سنه اسماء لاعبين كبار جدا على مستوى العالم جم، ما سمعناش ان في لاعب عمل مشكله. معلش انت مع احترامي بركات في العربي القطري مثلا، بركات 2003 2004 في السنه اللي كان موجود فيها بركات دوت، تخيل بركات كان بيلعب مين معاه مين في النادي العربي؟ كان بيلعب معاه جبريل باتستوتا، باتي جول واحد من اشهر لاعبي العالم. كان بيلعب في الريان مين؟ كان بيلعب فرناندو هيرو في نفس الموسم اللي بركات كان موجود فيه، كان بيلعب في الريان باسلر الالماني. وكانيجيا جه في نادي قطر. لا ده اسماء كثيره جدا، لو قعدنا نعد على مدار 20 سنه هتلاقي اسماء كثيره جدا. ما سمعناش ان في مشكله حصلت للاعب من دول. ما فيش لاعب من دول راح الفيفا اشتكى قال انا مش حقي، مفيش لاعب قال انا ما استلمتش فلوس، مفيش لاعب حتى عنده مشكله في سكن، مفيش لاعب عنده مشكله في العربيه حتى اللي بيركبها. كل الامور كانت واضحه تماما. ليه؟ زي ما انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي، العقد شريعه المتعاقدين. اللي بيحصل عندنا خلينا نكون امنا مع نفسنا، احنا عندنا مشاكل كتيره جدا وللاسف كل الاطراف متحملاها. البيان الصدر اليوم حلقه جديده من حلقات الفشل والاخفاق اللي بتحيط بكره القدم المصريه. هو احنا البيان ده هو اللي هنقف عنده ونقول ان في مشكله؟ لا، ده احنا عندنا مشاكل من قبل البيان. ده احنا الاسبوعين الاخرانيين دول عندنا حاجات حصلت في الكره في مصر بصراحه شديده، خلت انا مثلا انا واحد من الناس اطلع انا محبط. هتكلم اقول ايه؟ عارف ليه؟ كل واحد ما بيتعاقدش على قد البادجت اللي عنده، كل واحد بيفرد صدره وينفع عن طرف. مش موضوع الفلوس، موضوع التعاقدات. لا 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 لا، ده دي حلقه. شوف بقى انت مثلا كم محاوله تهديد بالانسحاب في ماتشات الدوري في ماتش الكاس، وقعتين ورا بعض، كم حادث تعطل للفار. هو احنا الوحيدين في العالم يا جماعه اللي عندنا تقنيه الفار؟ انا مش فاهم بالظبط هو احنا بنعمل ايه. ايه المباراه يشتغل 10 دقايق ويقف 10 دقايق؟ هي كهربا بتقطع وبتيجي. ده حتى مصر الحمد لله بقى لنا سنين خلاص الكهربا مش تقطع. ففي ايه يا جماعه؟ ماتشات مش عارف جدول الدوري. تقدر انت كنت مع النائب عامل مداخله من شويه مع النائب صاروخ. هل يعقل النظام اللي ماشي بيه الدوري المصري دوت مع احترام الكامل للمسؤولين في الرابطه بالتجزئه؟ انت بتعلن جدول الدوري بالتجزئه، انا تعبت. انت عارف كم مره احنا اعلنا جدول مباراه الدوري السنه دي؟ كم مره على كم مره في دوري بيعلن على 20 مره؟ لا الجماعه دي يا جماعه فوقهم. دي مصر خش الموسوعه. نعم موسوعه مين ده الدوري؟ هقول لك على حاجه، احنا ما عندناش اي ارتباط لغايه موعد انتهاء الدوري. ايه المقترح اللي هو 20 يوليو الا مباراه الاياب النادي الاهلي والوداد والماتش بتاع المنتخب مع غينيا والماتش الودي اللي قدام جنوب السودان؟ غير كده في ايه؟ انتوا مستنيين ايه على جدول الدوري؟ انتوا بتضروا الانديه اللي متنافس من اجل البقاء. انت هتحط جدول الماتشات ازاي؟ هل اختلط هتحط جدول ماتشات الاهلي ازاي؟ انت من شويه عرضت جدول الدوري. الدوري بيراميدز 30 ماتش الاهلي، ما حصلش اي رقم في العالم. الاهلي 24 ماتش. في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا بين اول وثاني بصرف النظر؟ معنا اهو في كده في الدنيا. بص على منظر الجدول ده، جدول دوري يليق بمصر. اول دوله رجعنا نقول الدوري، اول دوله انضمت للاتحاد الدولي لكره القدم، اول دوله في مصر في العرب وافريقيا راحت كاس العالم، اول اتحاد، اول اتحاد كوره. انا مصر بالمنظر ده. هو يقصد بدايه الدوري ونرجع نضحك على بعض. خلينا بتاع الدوري، خلينا نكمل ونرجع نضحك على بعض ونقول الكوره ومستوى. ناهيك بقى عن المستوى. اقسم بالله في ماتشات في الدوري حرام تتعرض على الشاشه. حرام. 64 نقطه من 30 ماتش، خلي النقاط ان شاء الله 110. مش دي القضيه. ست مباريات ليه وانت باقي اربع جولات على نهايه الدوري؟ ليه اللي بيحط الجدول ثلاثه في انديه لعبت 33 او لا يعني في بالنسبه لبيراميدز ليه؟ هقول لك على حاجه، انت مستني ايه على ماتش الاهلي والزمالك؟ هو صعب قوي تحدد ما تقعد ماتش الاهلي والزمالك؟ على فكره اي تاخير في مباراه الاهلي والزمالك انت مستنيهم ايه؟ مستنيها تعملها اخر مباراه في الدوري عشان قبل ما الزمالك يروح البطوله العربيه هيخسر من الاهلي وهتروح البطوله العربيه وهيمشي المدرب. انت مستني ايه؟ ما تعلن جد ماتش الاهلي وحرس الحدود من الدور الاول ده هيتلعب امتى؟ هيتلعب امتى؟ الناس كلها تناولت موضوع الاهلي والوداد كلام بقالنا كام يوم. الاهلي بيدفع في ماتش الوداد في الشوط الثاني بيدفع ضريبه ضعف منافسه الدوري في مصر. الاهلي في 45 دقيقه مع الوداد في الشوط الثاني اتعرض مرمي لهجوم ما اتعرضلوش في 270 دقيقه في اخر 3 ماتشات. لاعب سيراميكا والطلائع وإنبي ماتش إنبي والأهلي لو بركات لو كهربا كان بدل المباراة كان خد هداف الدوري. إنبي ما راحش الجون الأهلي. الأهلي في 45 دقيقة يوم الوداد، ودي الأهلي بيدفع ثمن ضعف مسابقة. أنت بتلعب نادي الوداد المغربي النهاردة في 45 دقيقة الشوط الثاني الوداد راح لجون كم مرة؟ ما حدش بيفكر في الحاجات دي. طب احنا كنا بس أنا عايز أقول لك ما ترفعوا المستوى شوية. احنا كنا بنشوف التسلسل يعني مواجهة الوداد دي قوية؟
مين قال ان مش قوي؟ الناس بتقول دوري ابطال ضعيف. لا البطوله العربية. لا البطوله العربيه البطوله اقوى. لا البطوله والدوري اقوى. ما بقارنش بدوري بين دوري الابطال افريقيا وبين البطوله العربيه. لا ودوري الابطال اقوى والدوري المصري اقوى وكاس مصر اقوى ودوري الرابطه. هنقعد نسمع للحاجات دي؟ تفتكر احنا ممكن احنا في مكان في منبر زي ده هنقعد نعلق على الحاجات دي؟ انا عايز اقول لك يعني للاسف الشديد انت النهارده تعال ايه المنظر ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الحكام ازاي؟ طريقه الحكام ازاي؟ واداره المباراه ازاي؟ الجمهور في حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا، مش بس البيان بتاع النهارده. البيان ده زي ما انا قلت حاجه فاول كلامي حلقه واحده من حلقات كتيره جدا سلبية. لازم نقف عندها يا جماعه. احنا امتى هيبقى عندنا من اربع سنين احنا ليه رسمة بنتكلمش بالاخطاء دي كلها؟ يعني مثلا لسه انا كان في الانترو كنت بتكلم كنت بقول استاذ مروان وانا جاي بيني وبين نفسي اقسم بالله بقول احنا خلاص مع نهايه موسم وما بعد بدايه موسم جديد ليه لا ما نجيبش لجنه الحكام يتكلموا مع زي المدربين كده بروحوا يزوروا الانديه اجيب التسويق اجيب التعاقدات مش فاضيين مين ده هيعمل كده؟ كله ده حضرتك متفق انت عايش في مدينه فاضيه مين هيعمل كده؟ احنا كان في الاسبوع اللي فات ده مشكله كبيره خناقه سفر في اتحاد الكوره طب اللي بين خالد رندلي واستاذ جمال علام في الاخر الاثنين هيروحوا ماشي مفيش مشكله لا ما هو مع بعض الاثنين هيروحوا فاكر حضرتك ماتش بلجيكا في الكويت؟ بالمناسبه خلينا على فكره خلينا نشكر زميلنا الاستاذ اشرف الشامي لان هو كتب بوست على هو وضح تفاصيل الموضوع ده وما زال عنده حقيقة لم يذكرها وهو اول واحد طرح الموضوع ده انت فاهمني ماتش الكويت ده ماتش بلجيكا اللي في الكويت قبل كاس العالم مش اتفتح تحقيق حول اللي حصل في والناس اللي سافرت وان انت طلع مع البعثه طباخ ومساعد طباخ في الكويت يعني انت مش يعني معلش مع احترامنا تاكل اكل عربي يعني مش افريقيا يعني ماشي طلع طباخ ليه مش هل حضرتك عرفت نتيجه التحقيقات دي؟ مش الوزاره فتحت تحقيقات في الموضوع ده؟ هل حضرتك هل حد عرف نتيجه التحقيقات دي؟ هل حصل تعديل في الموضوع ده؟ تعال بقى شوف السوبر المصري اتحاد الكره كله كان هناك قبليه مش عارف ماتش ايه اتحاد الكره هتلاقيه معاهم كلهم هناك كاس العالم مش عارف ايه بص الاتحاد المصري للسياحه والسفر ده اسم جديد؟ اه الاسم الاتحاد المصري للسياحه والسفر معاه تمام في الكلام ده ماشي بص اخر حاجه بيفكروا فيها اداره كره القدم تطوير كره القدم تطوير مسابقات بنظمها اتحاد الكوره تطوير الحكام تطوير يا فندم انا من اربع سنين لما تعاقدوا مع الفار ده صوتي راح الفار دوت لا يصلح ودي عربيات تدريب قديمه عربيات قديمة. التدريب قديمه وتم التعاقد بالاسناد وفيها ازمات كبيره خلي بالك لا يواكب التكنولوجي خلاص وعربيات قديمه والاجهزه لا الخط دلوقتي النقطه بتتحط على المعكيف نقطه الفار على في التسلل بتتحط على الكيف هدف فتوح لا بس هدف فتوح الاخير ده ما شفناهوش ما شفناهوش لا امبارح كان في ماتش مهم طيب امبارح الشركه دي هي المسؤوله عن نقل التلفزيوني للدوري الاسباني اكبر من اهم يا فندم انا ما بتكلمش على الشركه انا ما صدقش انا بتكلم على منتج ما صدقش وانا ما بشوفش الدوري الاسباني طيب ماشي وانا ما بشوفش الدوري الاسباني هو ليه الناس هي ليه الناس يا كابتن محمد عايزاه زي ما قلنا المره عايزه تخلينا احنا عم وهم اللي شايفين صح يا فندم انت دفعت فلوس ماشي طب ما تجيب حاجه كويسه ده الشركه رقم 12 في الترتيب على مستوى العالم او الاجهزه دي اللي جات لنا دي اجهزه رديئه اجهزه ناقصه امكانيات كتيره جدا لتوضيح الحالات التحكيميه زائد بقى تعالى بقى في التصوير التلفزيوني بقى واثبت يعني الشركات الكبيره على فكره في اوروبا ما احترام ما ايوه ولما جالك هنا اداك اسوء حاجه عنده طب تسمحوا لي بس يعني مش هو في مواصفات للعربيات مواصفات لاجهزه لكل المناطق والقارات المواصفات دي موجوده لا انا بس اقصد يعني دايما بيعمل تصنيع للجانب الافريقي او او العربي او الكندي او الامريكي فرز ثالث يعني انا مثلا في الفار تقنيه الفار في مصر فرز ثالث ولا رابع بديك الادج البادجت بتاعك مش فرز اول يعني لا يبقى شكرا يسيبوا مكانهم يمشوا طبعا هم مالهم يمشوا طبعا سيبوا مكانهم يمشوا هو ماله هو باع لك حاجه وانت ارتضيت بيها ماله هو ما عندوش مشكله الراجل يجيب لك التوب تكنولوجي الموجود في يا فندم هو في بار في الدنيا يتمنع عشان ليك فلوس يقول لك العربيات مش رايحه عشان ليكوا عليكوا فلوس ومديونيات هو في كده في الدنيا او تستنى المباراه تاجلها عشان تروح تلعب دور ال 32 دور مش عارف في الكاس بدون فار مع يوم مباراه الزمالك والاتحاد في فار شويه هدف جه ما اتعرفش بعدين بدايه الشوط الثاني لا مفيش فار وبلغ الاجهزه الفنيه وكابتن كل فريق وبعدين بعد شويه رجع الفار احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل نقدر نقول النهارده حاجه واللي جاي ممكن نطور بيه بالشكل ده صعب. هل تتفق معايا صعب معلش بص هنقعد نضحك على الناس قلت لك المره اللي فاتت يا كابتن محمد هنضحك على الناس لا صعب ايه انت تدي الناس وعود على ايه ما ناس ما بتملكش انها تدير كويس يبقى خلاص ما نقعدش نتكلم ونقدم حلول ما حدش يعرف يدير
انت عندك مشكله. احنا صراحه اي حد بيفكر في الرياضه في مصر وفي الكوره احنا لازم نزعل ونبكي بالدموع كده على حال الكوره في مصر. احنا مش كده, احنا المفروض نكون احسن من كده بكتير. احنا اللي وصلنا اللي احنا فيه ده فاقد الامل في التطوير صح مع المجموع مع الشكل الموجود ده بيلعب طبعا مليون في المية. طبعا انت عندك روشته للعلاج في بص يا محمد بيه, انا عندي جمله, طول ما الهواة بيديروا عمل احترافي هيكون دي النتيجه. هم دول الموجودين, لا مفيش حاجه اسمها هم دول الموجودين, لا في ناس موجوده كتيره جدا. لا هم الموجودين. وازاي انا بقى عضو مجلس اداره في الرابطه وعضو مجلس اداره في الاتحاد ورئيس لجنه المسابقات باي منطق؟ مفيش في مصر يعني, مفيش ناس بتفكر في مصر يعني, مفيش ناس بتفكر في مصر. احنا دورنا دور يا فندم, مفيش امل مع الناس دي. مفيش امل. هو مين المتحدث الرسمي لاتحاد الكوره؟ مين المتحدث الرسمي؟ مين اللي انت ممكن تاخد منه معلومه صحيحه في اتحاد الكره؟ مفيش. كله كانوا بيطلعوا في كل برامج, بيطلعوا في دي ميزه, دي ميزه, دي ميزه, يتكلم عن دي ميزه, دي مش ميزه, دي مش ميزه, ده عيب قاتل. هي دي ميزه, ده عيب قاتل. هم ما اتحركوش النهارده كاتحاد كوره الا بعد ما الكابتن مجدي عبد الغني طلع بيان قال لك ده فضيحه للكره المصريه. ما اتحركوش الا لما طلع بيان كده, رغم انه ممكن يكون احد المسؤولين عن الازمه دي جمعية المحترفين المصريين, قد يكون ده. لكن انت ما تحركتش بما ليه؟ بما لكم من خبرات كبيرة على أرض الواقع في احتكاك بدوريات وبلدان وقارات تانية في التعاون الرياضي, وانت حضرتك بما حضورك بسم الله ما شاء الله لكأس العالم وكأس العالم الأندية وكل الدورات اللي موجودة حضرتك بتبقى متواجد فيها بشكل فعال وبتتعامل مع وكالة من الوكالات المهمة جدا هي الوكالة الفرنسية. ليه احنا على أرض الواقع من المكان ده, وده دورنا, دور الإعلام التنموي, انك انت تقول 1 2 3 4 وتوجه, ده دورنا. أقول اتفضل الناس الاول تمشي خلاص, خدوا فرصتهم كله يمشي يا استاذ محمد. تقولوا لمين كلام الاتحاد الكوره؟ هقول لحضرتك انت فاهم, احنا هنقعد نتكلم اهلي وزمالك وتحكيم, بص على تحت على الممتاز به, احنا في فضيحه, فضيحه كبيره جدا. ده في ناس دلوقتي عايزه تغير النظام اللي كان معمول بيه من بدايه الموسم, ده الوضع هيتغير. ودوري المحترفين هيتغير, دي اكبر بس هم تاريخين عليها في فضيحه اكبر. لا 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 اللي حصل امبارح ده, اللي حصل امبارح ده لا يصدق عقل. ان انت تبيع منتخبات الشباب لجهة ما لها نادي يلعب في الدوري الممتاز ومرشح انه يصعد وفي مرحلة تنافسية خلاص, وتبيعه لجهة واحدة, تبيع المنتخبات لجهة واحدة وبعدين تبيعها ب 250 مليون جنيه بعد ما ادت تعتبر التطوير. يا فندم تطوير ايه؟ تبيعها ب 250 مليون جنيه لمده 12 سنه, إيه يعني السنه ب 20 مليون جنيه؟ ده في لعيبه بتيجي انديه ما بتلعبش وتاخد ال 20 مليون جنيه دول, يعني السنه ب 20 مليون جنيه عشان تطور صوره التوقيع. وساعدتك كده بقى الجهه دي, الجهه دي صوره التوقيع كان فيها مين؟ كان فيها مندوب الوزاره ومندوب الجهه دي. الوزير كان ما كانش ماشي والجهه دي ومندوب اتحاد الكوره اصلا مش مستخبيه. ايوه ماشي انا فاهم, لكن باي منطق؟ نعم الجهه دي بقى هي اللي هتجيب مدربين على مزاجها, الجهه دي هي اللي هتجيب اللعيبه اللي هيتخش المنتخبات دي على مزاجها, الجهه دي هيبقى عندها امكانيه ان انت عشان تخش منتخب ناشئين او شباب. ما فيش دور خلاص, ما هو اتحاد كوره موازي ده خلاص كده, ما ده اتحاد كوره موازي تاني اللي بيشرف على المنتخبات. انت فضلت سبت لنفسك ايه؟ انا اعمل فكره كويسه بس بقى ايه, اطرحها على كذا جهه, وكذا جهه دي استفيد من كل الجهات, رجال الاعمال يعني بسم الله ما شاء الله. ولما تقول لهم كره القدم ده هم بيرعوا, والبنوك وشركات الاتصالات وشركات المياه الغازيه وشركات الاغذيه, كل دول بيرعوا لعيبه في الاسكواش وبيلعبوا لعيبه في الالعاب الاخرى والكلام ده كله. ما نطرح بقى الكلام ده, لكن اوجهها لجهه محدده ليها فريق بيلعب بينافس في الدوري به وهيصعد او بينافس على الصعود في الوقت ده بالذات. الكلام ده بقى على المسؤول كنتوا, عشان انا كمحاور للبرنامج بطرح الاسئله. دي مصيبه سودا, طرحت سؤال لسه ما جبتكش. دي مصيبه سودا. انت النهارده عايز تمشي صح, اول حاجه حاسب اللي بيقصر. بمعنى ايه؟ حتى حاجه زي البيان بتاع اليوم, في انديه غلطانه, الانديه دي مين بيعاقبها؟ يعني النادي اللي بيرتكب مخالفات في عقود لاعبين وبيعمل لنا مشاكل عليهم بيخبي عليهم, انت ما تحاسبوش ليه؟ انت سالتني عن تجربتي انا, اللي بيغلط بيتحاسب. انت النهارده نادي اتسببت في قضيه في الفيفا خسر فيها النادي مثلا وليكن مبلغ ما, لا الدوله النادي ما يدفعوش من ميزانيه الدوله, انت شخص مسؤول. على فكره قطر عندها تجربه, طالما سالتني عندها تجربه على مستوى رؤساء, على مستوى مجالس الادارات في الانديه. شوف في النادي كل كام واحد عضو مجلس اداره في النادي وكم مسؤول ونائب ومين؟ لا 2 رئيس ونائب فقط.
حاليا الانديه هناك رئيس نادي. حتى رئيس الاتحاد راجل قضى مرحلته وفي حد تاني والاتحاد بقى كام واحد؟ اربعه وخمسه مش 15 واحد ستة. مش كده، مش كل المناصب دي، لا هي المساله مش صعبه، مش كيمياء على فكره. على فكره لو جبت واحد بيحب وعايز يشتغل بدون مصالح وبدون ترضيه انديه سين وصاد وبدون محسوبيات مع الاعلام وبدون شغل مفهوم جدا هننجح. اللي يغلط رئيس النادي اللي يتسبب. بتيجي انت تستلم نادي النهارده سنه 2023، الدوره بتاعتك اربع سنين، النادي ميزانيته 10 قروش، لما تيجي تمشي لو النادي خسران تدفع انت الفلوس. لما تطبق الكلام ده وتحاسب المقصر هتنجح، وهتلاقي مفيش اي شبهه اي مخالفات ماليه، وهتلاقي كل الناس بتشتغل بحب. هي المساله مش كتره، مش هلاقي صراعات على رئيس الانديه. هو كل حاجه خايف يتحاسب. طبعا هيتحاسب. النهارده انا اقول لك على حاجه، واحنا كنا نقول لك الكلام ده مره، المهندس يحيى الكومي لما ترك الاسماعيلي واستقال، انا كنت اتمنى الدكتور اشرف صبحي ما يوافقلوش على الاستقاله، انا اسف تعالى النادي مديون لك وعليك. النادي مديون، انت سبته وجبت لجنه واللجنه هي لا الرئيس النادي اللي يستقيل، انا اسف قدم لي الميزانيه بتاعتك وقدم لي التقرير المالي. انت كسبت وتعاقدت مع لعيبه وتعاقدت مع مدير فني. الاساس في الانديه استثمار، يعني الاساس في الانديه انت لازم تطلع كسبان، انت لازم تطلع كسبان. انا من يومين ولا ثلاثه استمعت مع كامل احترامي للنائب سلمان وهدان في برنامج الحكايه مع الاستاذ عمرو اديب. انا عرفت ليه الزمالك وصل للمرحله دي، انا ساعه كامله ما فهمتش حاجه. انا عرفت الزمالك ليه كده وهيفضل كده اذا كان هو ده واحد نائب رئيس بيدير مع كامل احترامي لشخصه، لا كلامي ليس احترام الكامل لشخصه، لكن اذا انت نائب رئيس نادي وهو ده الاسلوب اللي انت في نفس الحلقه ثلاث اربع مداخلات من مسؤولين صابين في النادي بيخالفوا الارقام اللي هو قالها. طب انا استغرب ان الزمالك بيحصل فيه كده. على فكره بمناسبه الزمالك، ازمه الزمالك الحاليه والمشكله اللي فيها الزمالك حاليا ما نتكلمش بقى لا في مجاملات من الاتحاد ولا في ظلم من التحكيم، الوضع الحالي من جوه ملوش علاقه بالبكوره وخساره البطوله والفوز ببطوله. اللي انت فيه دلوقتي كنادي الزمالك لازم الناس تكون امينه جدا مع نفسها. اللي انت فيه دلوقتي منك فيك من ولاد النادي مسؤولين حاليين وسابقين، ملهمش علاقه خالص بان مثلا في مثلا نادي الزمالك متضرر من التحكيم، متضرر من الرعايه، دي امور ثانيه. لكن اللي انت فيه حاليا الناس اللي بتدير. طيب بعدين اختراق خلينا بس الرعايه دي، اصل انت يعني انت ما عملتش حاجه عشان الرعايه. انا كراعي اروح لك ليه؟ شريف خلينا بس نروح وقتنا روي فيتوريا واختيارات روي فيتوريا. هو طبعا النهارده كان منفعل جدا وانفعاله متاخر قوي، يعني الموضوع خلص ان هو الماتش اتحدد يوم 14، امر واقع يعني وكده. ولكن يعني انا شايف اختياراته بشكل عام يعني ما فيهاش علامات استفهام كتيره غير جزئيه استبعاد احمد الشناوي وعوده ابو جبل. يعني دي انا شايفها شناوي مد اداء ولا اروع السنه دي. بس انا معاه في استبعاد احمد الشناوي. ماشي، لا انا معاه في استبعاد احمد الشناوي 100%. كمل وارجع لرايك. يعني انا لا يعني المبررات اللي ساقها، انا انت حر كمدير فني تختار، او لو عندك ازمه مع لاعب او اللاعب ده عمل لك ازمه في معسكر من معسكرات. احنا عارفين طبعا ازمه الرقم القميص والفانيلا وبتاع الكلام ده، ولكن المبررات اللي قالها قال لك اصله كان مصاب. ده هو مؤدي احسن موسم بيلعب اخر طبعًا. يعني كان مصاب وعائد من الاصابه ومجهد. ده هو اخر 10 مباريات او فيهم 9 مباريات كسبانهم بيراميدز، هو اللي كان حارس المرمى. فهو اللي كان حارس مرمى. انا مش معاه من اهم الحراس في الماتشات العاديه، الماتشات الكبيره احمد الشناوي عليه ملاحظات كتيره جدا، مش السنه دي، من وقت ما هو كان في الزمالك ووقت ما كان في المباريات الكبيره والضغوط الكبيره. انا اقول بقى كده، الراجل انا اقول كده، ما اقولش انه مصاب. وبعدين لا هو برده ما اقولش انه مصاب يا ماهر، ما اقولش انه مصاب. لا هو ما قالش مساله، قال لك هو كان معايا في اختيارات في اكتر من مرحله، كان موجود معايا. لكن هو النهارده باختياره محمد الشناوي حارس الاهلي وصل رساله للجميع ان محمد الشناوي هيلعب ماتش العوده. نمره واحد خلاص هيلعب ماتش العوده. هو الراجل حتى قال انا متواصل مع الجهاز الفني الطبي للنادي الاهلي عندنا، وعندنا معلومه ان محمد الشناوي اختيار رباعي فيوتشر، اختيار بعض الوجوه اللي كانت. لا بيشوف الدوري كويس، واضح انه بيشوف الدوري كويس. بيتفرج على الدوري كويس. طبعا لسه امبارح معانا في ماتش. لا بيتفرج على الدوري، ما دام اشوف صورك معاه فبعرف. انا بشوف صور دودو ما بشوفكش انت بصراحه. فهو بص اقول لحضرتك، هو لا هو واضح انه بيشوف الدوري كويس، والراجل قال حاجه في المؤتمر اليوم قالها من اول ما جه. حاسس بيجتهد من جوا كتير جدا. قال حاجه من اول ما جه وللاسف احنا ما متوقفش عندها كتير. هو بيحاول ينزل بمتوسط اعمار لعيبه المنتخب بالتأكيد. وبيدور على لعيبه صغيره في السن، دي مشكله في الدوري المصري. القايمه يا جماعه جهزوا لنا القايمه برده معانا. مشكله القماشه اللي عنده اللي بيختار منها، لان هو مثلا انت زي هو مش صلاح قال لك كاس العالم الجاي، الناس دي مش هتكون موجوده. في كتير ناس هتبقى مش موجوده. هو عايز يدور على ناس يبتدي يبني. طبعا اتمنى ان هو يكمل وينجح في الوضعيه، ما يحصلش اي حاجه ولا اي نتيجه مثلا في مباراه ولا مباراه وديه فالناس كلها تصور عليه ويقوم جاي ماشي وترك المهمه زي ما حصل مع غيره. ما احنا كان عندنا كروش
واحد من افضل المدربين اللي اشتغلوا في مصر السنه الاخيره. وللاسف خسرناه على فكره الصبح بس بالمناسبه خسرناه كان كويس الصبح بس على فكره في معسكر في النمسا دلوقتي مع منتخب قطر. خد بالك بقى هيغير خريطه زي ما كان هيعمل في مصر كده هيغير خريطه الكره في قطر واللوائح الجديده اللي عاملينها وسبعه محترفين في كل نادي واللعيبه الصغيره اللي هتيجي محترفين هينجحوا. حراس المرمى محمد شناوي محمد صبحي ابو جبل ما فيهاش يعني بص ما تلاقيش فيها اي مجاملات يعني صلاح الحارس الاسكندري رمضان بيكهام ياسر ابراهيم علي جبر محمد عبد المنعم محمود مرعي فيوتشر محمد حمدي احمد الفتوح خط الوسط مروان عطيه مهند لاشين عوده اخرى حمدي فتحي غنام محمد واول مره الانضمام محمود حماده احمد سيد زيزو محمد هلال بوبو اول مره. انا عايز اقول لك ان انا يعني محمد هلال ده سعيد بيه جدا وان تم اختيار المنتخب لان اللعيب ده لعيب مهم جدا 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 في صفوف البنك الاهلي ومحور اداء البنك الاهلي وتالق بشده كبيره جدا وهو اما بيرتفع مستوى البنك الاهلي بيرتفع فسعيد جدا ان هو انضم للمنتخب اخيرا. عوده حسين الشحات برضو اضافه في الفتره الاخيره طبعا محمد رضا بوبو مهم طبعا لا في لعيبه فوق شرط تستحق على فكره من مهند لاشين طبعا عودته برضو طبعا دي مهمه جدا لا في اكتر الاختيارات وبينهم بتشوف الدوري كويس حتى في اختيار ابو جبل على فكره ابو جبل كويس يعني البنك الاهلي عيلي في الماتشات الاخيره وقدر يحقق اكتر من انتصار ابو جبل وبعدين معلش ابو جبل قبل سنه وشويه كان احسن فرقه. حارس في مصر كلها حتى هو قال كده النهارده هو قال كده كان احسن حارس وكان مرشح يبقى احسن حارس في البطوله لا وعمل مع منتخب مصر بطوله رائعه جدا بصرف النظر عن انه راح البنك الاهلي المستوى تراجع لان الفريق كله في الناس لكن روي فيتوريا بيشتغل بعقليه اتمنى بس الناس تساعده هو انا محتاجه يلعب كتير بس يعني انا ما بشوفوش برضو بيستغل الفترات التوقف الدولي بالشكل المثالي انت لعبت مع بلجيكا محتاج تلعب ماتشات مع منتخبات تقيله ده اللي هيرفع الكره في مصر على مستوى المنتخب بالتاكيد لكن هو قال نقطه مهمه برضو واضح ان هو وجه رساله غير مباشره لرابطه الانديه انه قال ما حدش يسال على مساله اصابات اللاعبين لان لما كل لا في انديه بتلعب كل 3 ايام وبعدين يرجع يلعب بعد 6 ايام وبعدين يرجع يلعب 10 ايام ده معناه يقعد معاه وننسق معاه في يقعد معاه ايه عدم إيه؟ عدم عدم يقعد معاه معلش يا استاذ يقعد معاهم ايه انتظام الدوري ده مؤثر جدا في كده في الدنيا يعني مفيش نادي يعني نادي هيلعب كل 10 ايام ونادي تاني بينافس معاه في نفس الازمه هبوط او فوق يلعب كل 3 ايام مفيش كده انت نجاحك كمدرب للمنتخب انت عندك روزنامه واضحه الناس كلها بتشتغل ازاي انت عايز الناس كلها انت موسم يبتدي من الى بلاش نظام التجزئه دوت يا عم اشتغل باسلوب تجار الجمله اديني دوري كامل ما تدينيش بالتجزئه كده انت عملت اديني الجوله مش عارف ال20 وال21 22 وبعدين نستنى شهر هنلعب ال25 6 وعلى فكره هنلعب بعد كده ال28 ونلعب ال27 ونغير الماتش مين اللي هيلعب مع الاهلي في ال10 ماتشات من الفرق المنافسه على البقاء مين اللي هيلعب الاول الناس اللي هبطت حرس الحدود ولا الناس اللي مش ولا الناس اللي حرس الحدود اول ماتش بعد العوده من المنتخب ما تعتبر هبط ايه ده بقى طيب لا ما يعتبرش هبط لسه عنده فرصه ده ماتش الدور الاول ولا الدور الثاني الدور الاول الحمد لله الدور الثاني في الدنيا كده ده اللي حصل في المؤتمر الصحفي اللي طبعا كولر بعد مباراه الوداد ودي حاجه تهمنا يا جماعه كاعلام حضرتك يعني حضرت بسم الله ما شاء الله ولسه زي كنت بقول برده الشريف نفس القصه يعني مش عيب انك تسال سؤال باللغه العربيه خالص طالما في مترجم هي المشكله مش في السؤال ان الانجليزي كان انجليزي مش انجليزي مين اللي بيسال الاهم من ده مين اللي بيسال وازاي دخل ووصل لهذا المكان بص لحضرتك احنا عندنا مشكله ازليه في ملاعبنا مع احترامنا الشديد للجهد المبذول وصديقنا وليد عبد الوهاب كرئيس لهيئه استاد القاهره يعني بيبذل جهد كبير جدا بس احنا عندنا مشكله المشكله مش في السؤال في اللغه الانجليزيه المساله في لا انا عايز اقول لك بس ايه اللي وصلنا لده محمد ايه اللي وصلنا لده ايه اللي وصلنا لده من المسؤول على المؤتمر الصحفي لمباراه مهمه في نهائي افريقيا الاتحاد الافريقي ومنسق الاعلام المباراه ومنسق الاعلام فهمني لكن في جزئيه مهمه ايه اللي وصل الشخص ده هنا ده المهم احنا برضو ايه اللي وصل لا دي اهم حاجه دي اهم حاجه في كشوفات وفي اي دي وفي فان اي دي وفي ده دخل ازاي لهذا المكان طبعا عارفين الشخص ده من 40 سنه بنشوفه من 40 سنه بينط في كل حاجه ومالوش علاقه ربنا يشفيه ومالوش علاقه باي حاجه ليها علاقه بالاعلام الرياضي ماشي لكن كونه وصل هنا على فكره مشهد اللي حصل بعد المباراه ده والزجاجات والكلام ده كله ده مش دول مش صحفيين دول ناس مالهمش علاقه بالموضوع ولا ليهم علاقه بالاعلام قاعدين في مصر الصحفيين ده تنظيم النادي الاهلي انت فاهم تنظيم الاتحاد الافريقي واشرافه على المباراه من ناحيه تنسيقيه كمنسق فدي ازمه كبيره جدا الناس دي بتخش ازاي الناس دي بتوصل
للملاعب ازاي وتوصل للمؤتمر الصحفي ازاي في مؤتمرات اتحاد ماتشات الدوري. انت مش ايوه ما بيوصلوا على الهواء. دي مباراه، دي مؤتمرات صحفيه والله. والله انا لو شخص مسؤول لعاقب كل الناس المسؤوله عن المؤتمرات الصحفيه في ماتشات الدوري. طب في حاجه بقى اقول لك عليها كمان الرابطه، معلش والصوت ده ريت يوصل لهم. طالما اتكلم عن المؤتمرات والشكل، طريقه تسليم جائزه افضل لاعب في المباراه مهينه للدوري المصري ولا طليق بالدوري. طب لو عندك اقتراح اقول لك اقتراح. اتفضل. دايما اول حاجه الشخص اللي هيسلم الجائزه ده، معلش لما يطلع يسلم اللاعب الجائزه بلاش يبقى شايل الاوراق اللي تحت. بلاش يا جماعه الكلام، يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم اقسم بالله. حاجات تصيب الغثيان يا جماعه، حرام اقسم بالله. في مباراه اعتقد محمد هلال او لا اذا ما كنتش انا ناسي، اقسم بالله استلم الجائزه والبانر ده مش موجود. اقسم بالله اللي عليه اللوبات وعليه مش عارف يا جماعه. ينفع الكلام ده؟ مش لازم يعني تستعجل قوي، استنى اما تظبط. لا وعشان الشاشه تجيبه قبل ما يخرجوا، قبل ما يقطعوا الهواء، مش كده في الدنيا. تجيبه بعد كده مفيش والله. بيسلمها له قط اللبس وبيسلمها له معدوله، مش مفيش نظام. جايزه احسن لاعب دي حتى مع احترامي للي صمم الدرع ده، لا يا جماعه شوفوا الناس بره بتعمل ايه. يا جماعه شوفوا الناس بتعمل ايه، عايزين تطوروا. ده ابسط حاجه على فكره. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتوصلك للحاجات الكبيره اللي بتنجحك. ما ينفعش دي طريقه تسليم جائزه. نفس الشيء المؤتمر الصحفي، احنا بنقلد غلط، احنا بنقلد غلط. الناس بتقعد تتخانق مع المدربين. لا المؤتمر الصحفي لازم يكون ليه وقت وعدد اسئله محدده. رابطه الخضرديين كانت بتبقى مسؤوله عن المؤتمرات الصحفيه للاسف الشديد. للاسف الشديد حدث ولا حرج. دلوقتي بقت صراع بين كذا جهه. طب ليه؟ مين اللي ينظم؟ يبقى سؤال موجه لرابطه الانديه، تبقى مسؤوله، يبقى عندهم ناس مسؤولين يا فندم. لازم كل لازم منسق لازم اعلامي، في منسق اعلام كل جريده، كل جريده المباراه. سيبك من الناس اللي الفرقه دي والفرقه دي. البدايه عند الجريده نفسها او الموقع، البدايه عند الجريده نفسها او الموقع. انا عارف ان سين من عدد اشخاص معين او عدد صحفيين معين هو اللي بيغطي المؤتمرات الصحفيه للنادي الفلاني او بيغطي احداث النادي الفلاني، لكن احنا بيطلعين اي دي اي حد بيروح بيه. اسمع كلام، اي حد بيروح بيه الاي دي اللي بتوزع ده على الناس ده، اي حد بيروح بيه. ثانيا لازم يبقى اتحاد الكره في مباريات المنتخبات ومباريات مثلا كاس مصر اللي هو مسؤول عنها يبقى عارف، يبقى عنده كشوفات بالكلام دوت. لازم الانديه بقى وهي بتعمل كشوفات تبقى عارفه ان الشخص ده هو اللي هيخش، مش هيخش واحد تاني بالاي دي بتاعه. لكن اللي بيحصل هرجله هرجله ما شفتهاش في ملاعب العالم. انت تعرف ان ممنوع ممنوع لو انت مين تخش مؤتمر صحفي رقم، انت ليك رقم، رقم يبقى بتعلق على المصور. الفوتوغرافيا ما قفش مع الميديا اللي يا فندم. انت طبعًا. انت لو انت كمصور لو انت لو قاعد وسط الاعلاميين ما تصورش يا فندم. انت كصحفي مش معنى انك حضرت التلفزيون ومش معنى انك حضرت المباراه انك تحضر المؤتمر الصحفي. على فكره مش كل واحد حضر المباراه في منصه الصحفيين وحاجات سهله يحضر المؤتمر. لا مش من حقك، لازم يكون معاك اكسس للمؤتمر، اكسس للميكس زون. ده الكلام ده يا جماعه هل احنا يا جماعه والله مش قادرين نعمل الكلام ده يا جماعه. ده يا جماعه اجيب اي طالب اي واحد صغير في العالم هينظم الحاجات دي. على ذكر الدوري كمان ومباراه، احنا على فكره محتاجين ايه؟ ما عندناش ميكس زون في الدوري المصري لسبب واحد، لسبب واحد. انت عندك قناه واحده هي ناقله، بيبقى يجي المراسل بيجي عند لوحه الاعلانات بنجيب له. انا مثلا كمسؤول في فيوتشر بجيب له لاعب او المساعد او المدرب. الصحافه الصحافه فين بقى؟ الصحافه بتاخد من التلفزيون. لا 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 اسمع بس، لا اسمعني بس خلينا واضحين. وده صح، هو ده صح. انا بسمع ده، انا حضرتك بسمع التصريح في التلفزيون وبلاقيه في الجورنال بعد 48 ساعه. يا جماعه بس خلينا نتكلم. تسالني انا ممكن يعني خدني انا في موقع المحل. انت مسؤول تمام. مسؤول يعني في اوقات ما فيش حد بيحضر المؤتمرات الصحفيه الا في المباريات الكبيره. انت مش عندك مركز اعلامي، انت مش كل النادي عنده مركز اعلامي. عنده الناس بتوع المركز على الاقل هيحضروا. هو انا النهارده لو بغطي نادي الزمالك عندي مركز اعلامي، لو ما فيش حد هيحضر خالص من صحفيين جرايد. انا عايز اقول لك حاجه بس، في مشكله. انت عندك مشكله بس هقول لك، بس انت عندك معلش مع احترامنا الشديد لكل الانديه، عندك 11 نادي شركات ماشي، ما حدش بيهتم يحضر مؤتمراتهم الصحفيه، ما حدش بيهتم الا لو بقى مباراه وحصل فيها مصيبه خبط. ده غلط، يبقى ده برضه غلط من الجهه. لازم على فكره المؤتمر الصحفي ده ما يحضروش المدرب عليه غرامه، من شركه ولا نادي جماهيري لازم يدفع. ما حد اذا كان بيقول لك امبارح قبل المباراه في المؤتمر لازم تحضره كمدرب. الطف حاجه بقى، المدير التنفيذي للاتحاد قال لك احنا معانا 4 دقايق الديون. الديون بقى 4 دقايق اسمه الديون اللي بتتقال اللي على الانديه، مش هندي رخصه لله او مش للانديه السنه الجايه الا لما تتسدد، يا اما تسدها يا اما تجدولها يا اما ما تدفعهاش بس موافقه الدائن.
يعني مش فاهم ما يعني دان يقدر يصبر عليك في كده في الدنيا انت تعرف يعني انت تعرف في واقع في واقعة المؤتمر دي الحمد لله ان كولر ما سابش المؤتمر ومشي ده كان صبور جدا في السؤال ده انا لو مدرب اجنبي مكانه تاني هيسيب المؤتمر ويمشي على فكره دي سمعها في المؤتمرات الصحفيه في مصر السؤال بيسال سؤال والاجابه على فكره الراجل قاعد يسمع وراجع فين السؤال المفروض السؤال بيبقى في المباراه لكن كولر كان صبور جدا وحمول جدا وتحمل الناس كتير رغم ان هو طالع من المباراه مضغوط وطالع نتيجه طيب. المباراه مش عاجباه خلي بقى طمنا على الاهلي يا استاذ شريف مهمه صعبه لكنها ليست كلنا ورا الاهلي طبعا تاكيد طبعا المباراه مهمه دي مش محتاجه كلام نتيجه طبعا. المباراه الذهاب مش وحشه ومش حلوه عايز بقى نشوف كواليس الخطيب مع اللعيبه حسام غالي ورئيس بعثه يعني مش جديد اللي بيتقال في الحاجات دي يعني كابتن خطيب عامه في الظروف اللي زي دي بيبقى له تواجد يعني كمسؤول اولا وكلاعب كره ثانيا يعني سابق فيعني ما بيبقاش جديد تحفيز طبعا ورسائل مهمه لان الهدف صدر هدف الوداد صدر حاله من الاحباط حتى لدى الجماهير اثناء المباراه يعني انت بعد الهدف كنا سامعين جماهير الوداد بس الاهلي بقى يتعلم من اللي حصل السنه اللي فاتت واعتقد انه يعني ماشي يعني هو ده السيناريو ده كان في 2017 نفس السيناريو 2-1 هنا وبعدين للاسف الشديد 1-0 هناك لكن سيناريو الموسم اللي فات ده مش هيتكرر تاني يعني ان هو يتعمل الاهلي مش صعد شكوى بالحكم ويعمل يعني بس اعتقد انه رايح بص ده يعني 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 حاجه خلاص ما عادش يجيب فايده تمام ماشي رغم ان عايز اقول لك ان يعني التحكيم طوال البطوله كانت علامات استفهام عليه بسيطة جدا يعني يمكن الماتش ده في بعض الحاجات اللي هي اثارت الجدل كتيرة جدا ضربات جزاء ولمسة اليد وضرب الجزاء الوداد والكلام ده كله حاجات اثارت جدل كبير جدا ولكن ما عادش هيجيب فايدة خلاص الموضوع خلص ما تشغلش ذهنك باللي فات لان اللي حصل الموسم الماضي في البطولة الماضية ان الناس كلها لفت في اطار المؤامرة والبتاع ده رحنا هناك خسرانين الاهلي لعيبه الاهلي خلاص عندهم السبب المقنع للخساره المبرر بتاع الخساره عندهم لكن المباراه المره دي عندها 90 دقيقه ثانيه انت كسبت في شوط نتيجه مش مأموله وكان ممكن تبقى افضل من كده ولكن انت كسبت في شوط وعندك فرصه في شوط ثاني تعوض وتكسب وترجع بالكاس في الختام الاهلي هديتين بتوع المغرب طبعا لا لا عندك عندك كمان في المعازه كمان ثلاث الله يجزيك خير الاهلي افضل فنيا الوداد افضل معنويا قياسا بنتيجه مباراه الزمالك كلام محترم الاهلي لم يستفد من توقيت الهدفين اللي سجلهم الاهلي سجل هدف في الوقت المحتسب بدل ضيع الشوط الاول كان ممكن الشوط الاول يخلص 0-0 مباراه القهر على الاهلي وفي صعوبات كتيره جدا ما استفادش بدا الشوط الثاني الوداد اللي ضغط الاهلي وده كان مفاجاه الاهلي سجل الهدف الثاني في الوداد في الوقت اللي كان فيه الوداد افضل من الاهلي بكتير في الملعب والوداد وقع بعد الهدف الثاني للحظات كده الوداد وقع المحير بعد هدف الوداد لا مش ده الاهلي ولا جماهيره الاهلي يجي يجيهم في الدقيقه 90 عندهم امل في الوقت ده هيجيبوا ثاني ما حصلش الناس اللي بتقول ان حصل ان حسين الشحات طالع غضبان المدرب لا الكلام ده غير صحيح احنا كل الكلام ده غير صحيح مع كولر بعد قرار مشاركه مصطفى شوبير ده بيبين ان هذا المدرب مدرب جريء مدرب شجاع على فكره انك تقعد الشناوي وتطلعه بره المباراه ده مساله مش سهله هي مرت مرور كرام محدش يقدر يعملها ده مدرب مسيطر على غرفه ملابس وشجاع ان يدي مصطفى شوبير بالمناسبه شوبير مش همشي في سكه الاشادات الكتيره اللي حصلت لان انا عندي وجهه نظر في موضوع شوبير نقطه ضعفه الكبيره ان هو ابن احمد شوبير للاسف ليه لما بيحصل اشاده ليه بيكون فيها مجامله واضحه جدا لوالده وبيبقى مبالغ فيها جدا الاشاده وده حصل لما بيحصل انتقاد ليه بيكون انتقام من والده بسبب خلافات مع والده فالولد الله يكون في عونه بعيد عن مستوى الفني مصطفى شوبير عنده موقفين بيبين حجم النضج اللي كان فيه وده مش من باب الاشاده عشان انت بتقول زي بتقول بتشيد وانا ما بشيدش هو طالع من الملعب كان بيجمع زمايله ويروح للجماهير وده بدليل ان هو تربيه النادي الاهلي والعقليه بتاعته عارف بيعمل ايه طبعا. النقطه الثانيه انه كان بيحمل حكم من زجاجات المايه اللي عمال تتحدف في المدرج لا ولعيبه الوداد كمان وقفشه نفس الحكايه موقف قفشه وعمرو السوليه حاجات تستحق الاشاره ليها الاهلي يعني اعتقد متمرس على جو المباريات النهائيه رابع مره على التوالي لكن انا متفق مع كلام استاذ شريف لا المباراه اكيد مش سهله الاهلي محتاج شغل كتير جدا لكن يركز بلاش الكلام اللي على حسام الشوال اللي عمال يعمل مسؤول النادي الاهلي ده غلط جدا على فكره ما تتكلمش على حسام الشوال
هو عصام الشوالي مش هو السبب في ان ابو بهيره ده سجل هدف عيب يعني؟ ما مصطفى مع عصام الشوالي ده بتاع القضيه ممكن اللي كانت صوره في كل شوارع مصر وتعمل له اعلانات وكسب يعني. يا جماعه مش ممكن يعني اي معلق يقول كلمه ضد النادي الاهلي بقى سيء. لا يعني بان هجيب معلقين منين؟ في اعتراضات على علي محمد علي، في اعتراضات على عصام الشوالي، اسمع بتدي كل الوطن العربي يعني على حقهم على الحياه طيب بصراحه. طيب فين فين؟ طب ليه الناس معترض والناس؟ لا خد بالك لو كلام جماهير انا متفق، لما يطلع مسؤول من النادي الاهلي تحديدا المهندس عبد القاهر شركه الكوره ويتكلم في مداخله تلفزيونيه على عصام الشوالي، الكلام ده لا يليق بالنادي الاهلي وكاب. لا لا يليق بالنادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي ما يعملش كده. تعترض انت عن نعترض على المعلقين كمان؟ ركز في الملعب. كلام على حكم والحكم اخر ماتش، انا دايما عندي مقوله اقول المباراه 90 دقيقه على بصوت اخضر بس. استاذ شريف في الختام انا ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ويرجعوا الكاس ان شاء الله، ويكون تعويض عن البطوله اللي خسرها الموسم الماضي، وهم قادرين على دوت. وزي ما قال ماهر هم الاهلي اعلى فنيا دلوقتي، وعنده لعيبه تقدر تتحمل مسؤوليه العوده باللقب ان شاء الله ربنا يوفقك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ ماهر دايما متالق في الشياكه. بشكرك جزيلا. تسلم استاذ محمد حبيبي، ربنا يبارك موفق دايما. اعزائي المشاهدين بكده يكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الرومنتادا. اشوفكم بكره وحلقه جديده من الرومنتادا على شاشه قناه المحور. في الختام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.